مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حديث القاهره. حلقه النهارده السبت 9 مارس 2024. الحقيقه هي حلقه مميزه لان احنا بنختم النهارده الموسم ده من حديث القاهره. قضينا معاكم شهور، حلقات كتير، موضوعات كتير، كنا بنتابع فيها كل اللي بيحصل وكل اللي بيأثر علينا وبيستحق انه يكون حديث القاهره. ناخد اجابات وتعليقات ونحكي كمان القصص اللي ورا كل حدث من الاحداث دي. النهارده بنختم معاكم الموسم ده، لكن ان شاء الله هنقابلكم على خير بعد شهر رمضان المبارك والعيد. هنستناكم في نفس المكان في نفس الوقت. وطبعا حلقه الختام حابين انها تكون اشاره البدء للقاهره والناس في رمضان. أجرأ قناة ارتبط اسمها على طول السنوات اللي فاتت بشهر رمضان المبارك. وجبة دسمة جدا كل سنة بتقدمها من خلال نجوم التلفزيون والنجوم اللي بتصنعهم كمان القاهرة والناس كل رمضان، رمضان بعد رمضان. السنة دي البرامج اللي موجودة في القاهرة والناس في شهر رمضان المبارك أكيد فوق العادة، معمولة بحب وخلطة خاصة جدا لجمهورنا الحبيب. هنقف معاها النهاردة لأنها هتكون حديث القاهرة خلال الأيام اللي جاية. هنشوف زمايلنا بيقدموا إيه، كل حد في مكانه، كل شخص قصة البرنامج وإزاي عملها والخلطة اللي موجودة علشان تتقدم لكم في شهر رمضان المبارك. حلقة خاصة جدا من حديث القاهرة، نودع سيزن ونستقبل شهر رمضان المبارك. طيب خليني أبتدي معاكم وأقول من أكتر البرامج اللي أصبحت عابرة للحدود، سواء حدود الأجيال، طلبة المدارس، الجامعات، العائلات، حتى كمان ذوي الهمم، كان برنامج العباقرة. عبرت كمان حدود مصر للوطن العربي وأصبح ليها شعبية كبيرة جدا. وطبعا ده يخلينا نفخر قوي باللي بيقدمه زميلنا العزيز الكاتب الكبير الأستاذ عصام. وطبعا أنا قبل ما أكلمه وقبل ما أحكي معاه في التفاصيل اللي بيتقدم في السيزون ده، إيه رأيكم؟ خلينا نشوف مع بعض برومو البرنامج اللي هيكون ضيف جميل ورئيسي على مائدة رمضان في القاهرة والناس. نشوف برومو البرنامج موجود فيه إيه ونرجع نقابله هنا بالصوت والصورة. رمضان كريم وأهلا ومرحبا بكم وموسم جديد من برنامج العباقرة. طب ممكن يطلب دليفري؟ هيعزمه حضرتك؟ لا اعزمه نص كمان. قلت له سامي يا جمال قال لي لا. هو انت لازم تقول انا بقول؟ اكمل مقطع الاغنيه التالي، الاقصر بلدنا بلد سواح. منى فيها الاجانب تتسوح. لا احنا جدعان قوي. اهلا رمضان. ارجوك ما تغنيش. هم الستات انت عارف احنا مش قدهم. بنجدد المحبه كل سنه. شفتوا بقى الجمال والبساطة بمنتهى الود وبيجاوبوا على الأسئلة في الآخر كمان. الكاتب والإعلامي اللامع الأستاذ عصام يوسف زميلنا العزيز هنا في حديث القاهرة هيحكي لنا عن العباقرة في رمضان. يا مساء الخير يا أستاذ عصام. مساء النور، كل سنة وحضرتك بخير ورمضان كريم علينا جميعا بإذن الله. عارف أنا شخصيا من أول الناس اللي بتستنى البرنامج ده في رمضان، واتصور محدش ممكن يختلف عليه لا جوه مصر ولا بره مصر. لمه العيله بتفرق لله. يعني الحمد لله. قول لي بقى الحمد لله. انا قبل ما هتكلم عن تفاصيل البرنامج هقف عند جمله رئيسيه انت دايما بتقولها، ان النجاح مش شخص، النجاح فريق، النجاح عباره عن شركه كبيره بكل اللي فيها. مين شركاء النجاح الحقيقيين اللي موجودين معاك الاول في الاستوديو اللي تحب تكلمنا عنهم النهارده قبل ما نتكلم عن رعايته؟ العباقرة من أول يوم منظومة، ما هواش برنامج، هي منظومة كبيرة جدا. طبعا قائدها العراب الأستاذ طارق نور، طبعا يعني ادانا كل الدعم هو وكريم نور، وبعد كده ميلادة براد المخرج العبقري عمل الراية وكمل المشوار. الحقيقة احنا بقالنا 9 سنين، وأقول لك على خبر حلو، احنا بنحتفل داخل العباقرة عائلات بالحلقة رقم 1000. الله، كل 1000 حلقة وانتوا طيبين. الحمد لله. الله الله. طبعا لما الواحد بيسمع رقم 1000 هو رقم، بس رقم 1000 ده بيبتدي من 1
ل 15 ل 82 ل 240، لا رقم مش سهل. 1000 حلقه ده رقم مش سهل. احنا بنقول او انا بطلق عليه unheard of، ما تسمعش عنه قبل كده، رقم 1000 ده. فالحمد لله ده نجاح، والنجاح ابتدى من منظومه سليمه، من منظومه حسن اهميه البرنامج اللي احنا بنقدمه، محتواه، فريق اعداد، المونتاج، الصوت، الاضاءه، الكاميرامان، مديرين التصوير، يعني هو فريق مش عايز اقول حد وانسى حد، الانتاج، نوع مرجان، يعني هي رحله ما ابتدتش، هي رحله انا ابتديتها مع مجموعه كبيره جدا، وبليف ات اور نوت الحمد لله نفس المجموعه اللي عملت الحلقه الاولى برنامج العباقره هي اللي بتعمل حلقه النهارده، وهي اللي بتقدم البرنامج على الشاشه النهارده، كلنا مكملين في البرنامج سوا، فاحنا كلنا حاسين بان العباقره بقى رساله، كلنا حاسين بان العباقره بقى ليه مشاهدين زي ما حضرتك قلتي، مش بس في مصر، في العالم العربي كله، احنا عندنا جمهور بيكلمنا من استراليا، من امريكا، من اوروبا، من الدول العربيه طبعا، الحمد لله. الحمد لله يا رب عقبال 1000 حلقه يعني، ودايما تكونوا موجودين مع بعض. انا شايفه ان الخلطه هنا سرها المحبه، الفريق اللي بدا من اول يوم مستمر بعد الحلقه الألف، ويا رب دايما مكملين في محبه الناس. العائلات بقى اكيد ما بتمرش الامور ببساطه كده في رمضان، البرومو مبين شويه قد كده. خليني قبل العائلات اقول ان احنا معانا شريكنا الاستراتيجي البنك الاهلي المصري اللي امن بفكره العباقره ومشروع العباقره وهو على ورق، يعني قبل ما نبتدي اصلا الحلقه الاولى. طبعا البنك الاهلي المصري مكمل معانا المشوار على مدار 32 موسم، ده الموسم رقم 32، فعشان كده ما نقدرش ننسى البنك الاهلي والدعم المعنوي والادبي قبل المادي اللي قدمه لنا البنك الاهلي على مدار التسع سنين اللي فاتوا. طبعا الحمد لله في كمان دعم من اجهزه الدوله، يعني نقدر نقول ان احنا معانا وزاره التضامن الاجتماعي مؤمنه بالبرنامج وبيدعمونا، مش بس في عباقره العائلات ولا في قادرون باختلاف، لا في كل مواسم العباقره. وزاره الشباب والرياضه، يعني الحقيقه يعني برنامج هدفه كبير قوي يا استاذ عصام، يعني برنامج يعني وجبه معرفه لطيفه، عارف في زي كده مبهج لكل افراد العيله والكل، وبيعمل جو من التنافس محبوب، فبالتالي اكيد انتم مقدمين لنا النهارده العائلات بالشكل اللي البرومو وزع بيه نقط صغيره كده من الضحك والابتسامات والمعلومات، في حاجات كتير السنه دي. العائلات الحقيقه يعني مش هقدر اقول لك قد ايه العائلات الموسم ده جمال، وقد ايه احنا برضو غيرنا في النظام، يعني ايه ادينا مساحه للعائلات انها تعرف تشارك، يعني ممكن يبقى معانا من عيله واحده ابن خالتي وابن عمتي، يعني ادينا مساحه اكبر شويه علشان العائلات تقدر تشارك مع بعض، مقدرين الظروف اللي بتمر بيها العائلات المصريه، وطبعا معانا عائلات اب وام واثنين اولاد، غير ان في مفاجاه، الحقيقه احنا معانا مفاجاه إيه بقى؟ الموسم ده جميله جدا، معانا عائلات انا بسميهم عائلات واصحاب وعشره عمر مسنين كبار في السن، الله، وكان بالنسبه لهم برنامج العباقره ده يعني التلفزيون وبس، فكانت بالنسبه لهم مفاجاه ان هم يجوا يشاركوا معانا وقاعدين على الكرسي، والحقيقه اضافه غير عاديه للبرنامج. طب ما اعمل لهم اسئله صعبه ولا سهله ولا ايه طيب يعني؟ لا هو نفس المستوى، احنا مش بنغير مستوانا لاي حد، بالعكس المسنين دول دخلوا اختبارات ونجحوا وعدوا وجابوا سكورات تاهلهم. انا مش هقدر اقول هم عملوا ايه، ولكن اقدر اقول ان هم ظهروا بمظهر مشرف جدا. شوقتنا شوقتنا يا استاذ عصام. اشكرك. من نجاح لنجاح ودايما عابر للحدود كده وبتنقل معلومات مليانه بالبسمه. تحياتي لكل فريق العمل، ويا رب بعد 1000 حلقه 1000 حلقه و1000 حلقه كمان في نجاح ونجاح. كل سنه وانتم طيبين.
وحضرتك بالصحة والسلامة أستاذة كريمة عوض. أنا بشكرك وأنا بتابعك على المستوى الشخصي ومبسوط جدا من اللي حضرتك بتقدميه، وبتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك يا أستاذ عصام. أنا عايز أقول لك القلوب عند بعضها، وكمان الأفكار والنجاح إن شاء الله يكون رفيقك خلال الفترة اللي جاية. شكرا جزيلا، وبإذن الله هنستنى حضرتك بعد رمضان. كل سنة وحضرتك بخير. وإنت بألف خير. زميلنا الروائي والإعلامي الجميل الأستاذ عصام يوسف، هو مش بس بيقدم برنامج لكن كمان عنده رسالة، ورسالة مهمة جدا، وشركاء النجاح أكيد بيكونوا جزء كبير قوي من النجاح اللي بيتحقق ده. إذن دي الوجبة العائلية. عندنا وجبة بقى يعني سعادة في سعادة، هو الحقيقة صاحب كل ما هو سعيد على شاشة القاهرة والناس في رمضان. زميلنا العزيز سعيد جميل راح للأحلام. إيه اللي موجود في الأحلام؟ قبل ما هنقابله وقبل ما هنحكي معاه ونشوف إيه اللي مقدمه لنا السنة دي في رمضان، وإحلم بس وعلينا ننفذ. شوفوا البرومو ونرجع نقابل زميلنا العزيز سعيد جميل. ركزوا معايا بقى في اللي هقوله، عشان اللي هقوله ده عايز دماغ صافية. احنا سيبنا الاستوديو وسيبنا الكاميرات وسيبنا المهرجانات اللي احنا فيها وقررنا ننزل الشوارع. سلام عليكم. تعال اقول لك حاجة، انت رايح فين؟ انتوا رايحين فين؟ واحد اتنين تلاتة ونوقف. ومعانا احد الشباب اللي ماشيين في الشارع، قول لي بتعمل ايه عشان تحقق حلمك؟ عايزين نعرف كل واحد بيحلم بايه. ولا حاجه. ايه يا عم انت الرخامه اللي انت فيها دي؟ سؤال مفاجئ. ازيك يا ناصر؟ ربنا يخليك. عامل ايه يا ناصر؟ الحمد لله. بتعملي ايه عشان تحققي حلمك؟ بشتغل على نفسي. طب ما تاخدوني اشتغل معاكم يا جماعه. يلا بينا. اخبارك يا ناصر؟ الحمد لله. اسمك يا ناصر؟ انزلوا كده معايا. عايزين بقى نعرف كل واحد هيعمل ايه عشان يحقق حلمه. ممكن نتعرف بيك؟ مبروك. الله يبارك فيك. بجد اسمك ايه؟ مبروك والله. ايه ده؟ ازيك يا ناصر؟ ربنا يخليك. عامل ايه يا ناصر؟ امشي يا غلس، امشي. حلمك ايه؟ ابقى راقصه مشهوره. ستوب الاول. استنى يا حاجه ما تضربش كلاكس. سيد ده قفل السكه في وشنا. خد يد يا فنان تعالى. مش ممكن اخد بوسه؟ ممكن تقول لنا اكتر حاجه بتحبها في مصر؟ روح مصر. مصر واهلها. بين الناس في دفى. يا ام الدنيا صحيح. انتظروني في حلم. هو يعني ايه حلم سعيد؟ مهما كنت بتحلم احنا وراك، شرطنا الوحيد ان يكون حلمك سعيد. حد يسالني يا جماعه اقول لي حلمك ايه؟ حلمك يا استاذ سعيد. انا حلمي ان انا اخد لفه معاك. سلام عليكم. شفتوا بقى يا استاذ سعيد جميل؟ مساء الفل. ازيك كريمة هانم القمر الشطورة؟ وحشتينا جدا جدا جدا. مش ممكن. انا عايز اقولك انا شفت البرومو كل ما اشوفه اضحك اكتر من المرة اللي بعدها. اللي بيحصل ده حقيقي؟ ده بجد؟ عايز اقول لحضرتك ان كل اللي حضرتك شفتيه ده لا مكتوب ولا متجهز ولا اي حاجة خالص. انا قلت لهم يا جماعة انا المرة دي عايز انزل الشارع اصور مع الناس، ادوني الكاميرات ونزلنا. ده اللي حصل. لا لا، اللي حصل شيء صعب قوي. عارف لو مخطط له مش هيطلع. فظيع. انت طلعت الكوميدي اللي جوه كل الناس اللي قابلتهم. مش ممكن يعني. الحقيقه انت حضرتك طبعا عارفه ان احنا كمصريين حتى لو عندنا مأساة بنقلبها ضحكه ونقعد نتريق على نفسينا، ويمكن ده سر قوتنا وسر قوه تحملنا ان احنا دمنا خفيف ونحب نهزر، ويمكن عايشين لغايه دلوقتي عشان دمنا خفيف. ويا رب دايما العمر الطويل. الضحكه بتطول العمر. بس قولي بقى، بص يعني ده سؤال والجمهور مش هيعرف عن الاجابه بتاعته حاجه. اوكي واضح. ده انا في حديث القاهره. قولي بقى، انت كل برامجك عندنا في القاهره والناس كلها مرتبطه بسعيد، الرجل السعيد والحلم السعيد وكل الحاجات السعيده دي. سعيد وانا سعيد. يا رب دايما سعيد يا استاذ سعيد. بس اللهم امين. حكاية ارتباط اسمك موضوع بورامجة. سعيد. موضوع سعيد ده انا كنت بتغاظ قوي من اسمي وانا صغير، لان كنت في المدرسه كنت الاقي الاطفال كلهم اللي اسمه تامر واللي اسمه هاني واللي اسمه يعني اسامي كلها مودرن كده، وانا للاسف كان البواب بتاع المدرسه كان اسمه سعيد، فكنت انا والبواب الوحيدين في المدرسه اللي اسمنا سعيد. فالاسم ده زمان كان تعبني قوي. بس انا اعتزيت بيه لان هو على اسم جدي، وقلت لما اكبر لازم استغل بقى الاسم ده. هو انا فضلت شايله طول العمر، فقررت ان انا اهدي بقى السعاده
لكل اللي حواليا وكل الناس اللي بتتفرج عليا. والله اسم حلو قوي قوي يا سعيد، وبعدين اسم وصفه في احلى من كده يا رب دايما. ايه بقى حكايه احلى من كده؟ ايه حكايه الاحلام اللي بتحققها دي؟ علشان احتمال تقابلني مره بالصدفه وانا ماشيه في الشارع. انا جاهز، بس اهم حاجه ان حلمك يكون حلم سعيد. متفقين. قولي بقى ايه حكايه الاحلام اللي بتحققها دي؟ طيب يا ستي، انا السنه اللي فاتت طليت عليكم في القاهره والناس وعملت برنامج تحدي الازواج. الحقيقه بذلنا مجهود كبير جدا جدا، والبرنامج كان حلو قوي قوي قوي، بس في الاخر احنا حققنا امنيه لعيله واحده بس. لما قعدت بقى على مع اداره المحطه والقائمين على الاعمال، الاستاذ ميلاد والاستاذ احمد سعيد رئيس مجلس الاداره، ونهى وهاله والكرو الجميل اللي انت طبعا كلنا عارفينه، اخواتنا صانع النجاح في مصر. صانع النجاح في مصر. قلت لهم انا السنه دي انا عايز احقق احلام كتيره. قالوا لي يعني ايه؟ قلت لهم يعني مش عايز احقق حلم واحد، انا عايز احقق احلام كتيره جدا. وهنا خدني الاستاذ ميلاد قال لي تعالى انت بتفكر في ايه؟ قلت له انا بفكر في 1 2 3. قعدنا مع بعض وقعدنا نركز ازاي هنجمع احلام ناس كتيره في برنامج تلفزيوني مذاع على القنوات الفضائيه. الحقيقه انا مش عايز احرق الفقرات، بس انا عايز اقول لحضرتك ان انا من ساعه ما اتفقنا ان احنا نعمل البرنامج ولقيت ترحيب ليا غير طبيعي من اداره المحطه ومن القائمين، ان هم قالوا لي سعيد يلا اتكل على الله احنا موافقين وعايزين نعمل البرنامج ده. قلت لهم طب يا جماعه، طب لسه هنشوف الرعاه ولسه هننزل نشوف. قالوا لي بقول لك ايه، البرنامج ده كله خير وكله حب وكله دفى، احنا هنعمل البرنامج ده ما تقلقش، ركز في برنامجك وسيب بقيه المواضيع علينا. الحمد لله استاذه كريمه بجد والله، يعني دايما يقولوا يد الله فوق ايديهم، انا ربنا ما تخلاش عني، ربنا وقف معايا برنامج جميل مليان كميه مشاكل. انا كل يوم بروح والله العظيم دموعي ما بقدر اسيطر عليها، مش من الزعل، من الحب والفرحه. قد ايه احنا فرحنا قلوب مصريه يتيمه، قد ايه فرحنا قلوب ناس مصريه فقدت حاجات عزيزه عليها، سواء اقارب او سواء اجزاء من جسمها. او انا مش عايز احرق الموضوع، بس انا السنه دي مختلف تماما. المحتوى اللي احنا بنقدمه السنه دي محتوى مختلف، كله مشاعر واحاسيس. انا عايز اقول لك وانا بحضن الناس والله يا استاذه كريمه، وانا بحضن الناس بحس بقلبهم بيخبط في قلبي من كتر سعادتهم وفرحتهم. والله شوقتني يا استاذ سعيد. شوقتني والله. انا عايز اقول لحضرتك، انا كنت بكلم على الاستاذ ميلاد امبارح بقول له احنا لو عملنا برومو واحد صغير بس هنقلب الدنيا. قال لي اصبر بقى وما تحرقش كل حاجه انت طالع مع الاستاذه كريمه، مش عايزك تحرق لي بقى فقرات البرنامج اللي انت عملته. شوقتنا شوقتنا اكتر واكتر لو سمحت. لا احنا مش قد زعل الاستاذ ميلاد، وبعدين مش هنحرق من من شاء الله من اول من ليله رمضان نتفرج على البرنامج الجميل ده. عايز اقول لك حاجه بجد، انك تفرح الناس وتحقق لهم احلامهم يعني دي حاجه عظيمه قوي، وحلو انها تحصل في شهر رمضان. وانا عارفه قد ايه الفكره نفسها جايه من قلب مليان بالخير، فيا رب ليك التوفيق والنجاح. بس ما حصلش موقف كده. حاجه اخيره عايز اقولها. لا استنى، ده قبل الحاجه الاخيره. لا قبل الحاجه الاخيره، ما عندكش موقف تحب تشاركه معانا حصل من غير ما تحلق الفقره ولا حاجه؟ هقول لحضرتك، مش موقف واحد، هو موقفين متشابهين. الحقيقه طبعا انا بتقدم بالشكر لكل الرعاه اللي موجودين معايا واللي هتشوفوهم في نهايه البرومو، صناع الاحلام. الناس دي بصراحه وقفوا معايا ومع البرنامج ومع الكيسز اللي كانت معايا. الحقيقه هم بيفاجئوني دايما. انا عايز اقول لحضرتك مثلا في فقره من الفقرات او في حلم من الاحلام كنا متفقين مثلا على حاجه معينه وخلاص مظبطين ان احنا ان شاء الله الضيف اللي معانا هنحقق له حاجه، بيقعد معايا رئيس مجلس اداره الشركه او الكيان، وفجأة بلاقيه غاص في اعماق الراجل اللي قاعد قدامه هو بيحكي، وفجأة بيقرر ان هو يحقق حلم تاني خالص ويزود الاحلام بلس 2 بلس 3، يزود ويقعد يزود يزود. اقول له احنا ما اتفقناش على كده. يقول لي سيبني ارجوك، انا عايز احقق الاحلام، انا مش قادر اسيطر على نفسي، انا مش قادر اسيطر على نفسي. وفجأة تخلى طبعا عن كل اللي كان في دماغه، وبيقوم وبيتنططوا معايا وبينبسطوا وبيحضنوا المصريين. وهنا عايز اقول حاجه مهمه جدا، صناعتنا الوطنيه وشركاتنا الوطنيه يا جماعه والله ليها دور مجتمعي كبير جدا جدا جدا. بقول للناس ان استثمارك في شركاتنا الوطنيه وفي المصريين وشركاتنا اللي بيديرها المصريين هو استثمار ناجح، لان الفلوس اللي انت بتدفعها راجعه لك وراجعه لاهلك بالخير طبعا والسعاده. و
يعني انا بصراحه في البرنامج ده هتلاقيني بضحك وبعيط وبجري وبتنطط، بعمل حاجات غريبه جدا. انا مستنيه يعني وبعدين في حاجه تانية بقى كريمه هانم، معلش اسمحي لي اقولها. اتفضل. احنا مش بس بنجيب الناس اللي عايزه تحلم، احنا كمان بنجيب الشاطرين. انا جايب المصريين الشطار اللي بيعملوا حاجات ما حدش بيعرف يعملها، جايب اطفال ابطال في الرياضه، جايب اطفال ابطال في الالات الحاسبه، بيعرفوا يعملوا عمليات معقده، بيكسروا ارقام قياسيه في جينيس ريكورد، بيعملوا حاجات غريبه. معانا كمان نماذج من التحدي والاصرار. معايا هانم من الهوانم، عندها 81 سنه وفازت ببطوله العالم في السباحه. هم دول بقى المصريين اللي احنا عايزين نتفرج عليهم ونشوفهم. دول ملهمين. ممكن يكون احلامهم القوه والطاقه، ممكن يكون احلامهم ايه؟ شوقتنا شوقتنا نعرف كانوا بيحلموا معاك بايه علشان تحققه لهم. عارف انا سعيده جدا جدا بحجم البهجه اللي انت هتدخله على قلوب الناس وهتدخله على كل المشاهدين في رمضان، لان انا مدركه كويس قوي قوي. مدركه. انا عايز اقول لحضرتك في شعار احنا رافعينه، في شعارين ممكن اقولهم. انا معلش انا سطوت على البرنامج، معلش اقول لك بقى. ايوه طالما سطوت اوكي اتفضل. الشعار الاولاني لما جينا ندور على الناس كان شعارنا الاكثر احتياجا والاقل حظا. ده الشعار الاولاني. الشعار الثاني انا والرعاة رافعينه، ويا ريت ده يلف مصر ويوصل لكل الناس، احنا ابتدينا وانتوا لازم تكملوا. الله، يعني احنا هنشوف التحقيق حصل ازاي مع مين. انا عارفه ومستنيه الوجبه بمنتهى الشغف. انا بشكرك جدا زميلنا العزيز الاستاذ سعيد جميل مقدم برنامج حلم سعيد. بشكر حضرتك يا فندمتي. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضراتكم بخير، ومنتظركم في حلم سعيد. ان شاء الله. احلموا وانا معاكم، بس بشرط ان حلمكم يكون حلم سعيد. سعيد. اوكي. من سعيد جميل اللي بيصنع الضحكة والبهجة هو كمان في رمضان ويحقق الأحلام، لازم ليلتنا المتألقة جدا أسماء إبراهيم خلال المواسم اللي فاتت طلعت من الضيوف كنوز من الحكايات والأسرار. نجاح تحقيقه أكيد ما كانش سهل، لكن علشان يحافظ على التحقيق النجاح ده في المواسم اللي جاية وخصوصا مع التحدي الكبير بتاع شهر رمضان أكيد عندها أسرار. خلينا نشوف حبر سري البرومو بتاعه اللي هيتقدم لكم رمضان السنة دي، ونرجع نقابل هنا زميلتنا العزيزة أسماء إبراهيم. استنوني في رمضان موسم جديد من حبر سري على القاهرة والناس. أسماء إبراهيم. شايفين؟ ما نزلتش ولا جملة من أي نجمة من النجوم اللي موجودين في رمضان. يعني في تشويق أكتر من كده؟ أسماء إبراهيم مساء الفل. زيك يا أسماء. يا كريمة عاملة إيه؟ وحشتينا، أخبارك إيه؟ والله وأنتي كمان الحمد لله يا حبيبتي كويسة. يعني من نجاح لنجاح، رمضان اللي فاتت كان مكسر الدنيا حبر سري. ان احنا نحافظ بقى على ان احنا نبقى في نفس المكان اكيد حاجه مش ما يعني ما عملتوهاش بالساهل، عاملين لنا فيها مفاجآت صح؟ حاجه معموله بالصعبه قوي، و يعني عندنا مفاجآت كتير قوي مش عايزه احرقها. بس في حاجات اللي احنا استخدمنا التكنولوجي شويه فيها. ايه ده؟ حقيقة. استحضرتوا أرواح في الاستوديو يا أسماء؟ طب استحضرنا أرواح في الاستوديو فعلا. يعني ممكن أقولك إن النجم هيشوف نفسه وهو صغير وهو دلوقتي وهو مثلا بعد 20 سنة، وكل واحد هيقول أفكاره والجو ده. طبعا معلش أنا بتأسفة إن الشبكة مش حلوة عشان أنا برا مصر، أنا مش في مصر، فسامحيني. جميل انك معانا، جميل انك معانا. ما ينفعش نبتدي شهر رمضان من غير ما نشوف حبر سري موجود معانا في حديث القاهره.
هو موجود معاكم ومكسر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله هو البرنامج الاجرأ على الاطلاق اللي بتعرضه القاهره والناس، القناه الاجرأ برضو في رمضان اللي ارتبط اسمها ده بالجرأة. بس يعني ليه ما نزلتوش في البرومو اي جمله من اي ضيف؟ ليه؟ ليه التشويق الصعب ده؟ لا لا مش عايزه اعمل كده. لا لا مش عايزه اعمل كده. اولا مش عايزه احرق ضيوفي، ايوه، وثانيا انا مش عايزه احرق برضو حتى اجزاء من الحلقه. طيب يعني الناس هتتفرج وهتتابع وهتشوف، افضل من ان احرق ضيوفي دلوقتي. طب اكيد في انتوا دايما بتبقوا عاملين لنا يعني مجموعه كده من الضيوف يتقال عليهم ضيوف المفاجآت، اوكي، ضيف محدش متوقعه، ايه يعني مش هنطلع باي حد؟ طب اديني حد. في كتير، في اقول لك حاجه، في ضيوف اصلا ما بتطلعش ومحدش يتوقع ظهورها وطلع. دول نجوم ايه، فن ولا رياضه؟ في فن وفي رياضه وفي كل حاجه وفي سياسه. دي اللي تبقى مش هتاخدي مني كلمه. هو فاضل كام ساعه يا اسماء وهنتفرج يعني. طيب قولي لي، سر الحفاظ على الترند بيكون فيه شويه فليفرز كده يعني. السنه اللي فاتت كنت عاملين ترند كبير جدا، فالسنه دي ايه داخلين بايه؟ ايه الخلطه اللي عاملينها السنه دي؟ داخلين بخلطه جديده قوي. ايه بقى اللي هو الحلقه فيها كلام جد، فيها كلام يعني اسئله صعبه شويه، وفيها كمان حاجات كتير قوي انسانيه. ودي جديد علينا ان احنا ندخل جوه الانسانيه بتاعت الضيف. ذكرياته اللي فاتت وشخصيته اللي اثر فيه بالظبط، ودلوقتي وبعد مثلا سنين من دلوقتي هتبقى عامل ازاي، لو مثلا كانت ست هتبقي ازاي لما تكوني مثلا ست كبيره او مثلا عجوزه في السن والناس حواليك. يعني في حاجات كتير قوي، في حاجات كتير قوي مختلفه عن كل سنه. طب في مواقف صعبه حصلت؟ في مواقف صعبه حصلت؟ حد مثلا عمل حاجه بعيدا عن ذكر الاسماء، يعني ايه اصعب موقف مر عليك لحد دلوقتي؟ في ناس، انا في ناس انهارت، وقفت الحلقه ولما هديوا بدانا نعيد ثاني الفقره بتاعت المرايه تحديدا، لان هما بيشوفوا نفسهم فعلا. ففي ناس بتنهار اللي هو معقول هكون في السن ده؟ فطبعا انا مش عايزه اطلع ضيوفي بالمنظر ده، فبوقف الحلقه. بعد ما بيهدوا نبتدي الحلقه تانية، عشان انا مش هاخد ترند من الطريقه المش لطيفه دي. يعني انا عايزه يبقى الضيف مرتاح ومبسوط، ما طلعوش هو منهار قوي كده. الضيف مرتاح ومبسوط؟ ده انت طيبه جدا يا اسماء. انا عارفه ان برامج الهارت كلها المذيعين عنيفين، وعارفه عاملين زي وكيل النيابه في الاستجواب الرسمي. لا لا مش انا خالص خالص، مش انا ومش مدرستي، عمري ما اكون كده ابدا، اعوذ بالله. لا طب بتطلعي الكلام ده من الضيوف ازاي؟ بالطيبه؟ بالطيبه وبكل اريحيه، بيقعدين مبسوطين ومطمنين ومرتاحين وبيتكلموا براحتهم. ومش بيبقوا متضايقين او لا خالص. عشان كده الضيوف كلها، مفيش ضيف عرضت عليه وقال لي لا. هايل، دي حقيقه. طب عايزه تقولي لجمهورك ايه اللي مستني حبر سلي في رمضان؟ انت قلتي انك هتعملي لهم مفاجآت كتير. احرق لك اول حلقه؟ ايوه اهو بدات اهي. ايوه قولي. أحرق لك اول ضيف؟ ايوه قولي مين معانا اول ضيف؟ اعلن عندك لاول مره عن اول ضيف؟ يلا مين؟ عشان انت حبيبتي بس، لكن وانت كمان يا اسماء قولي لي مين معاكي اول يوم؟ اول يوم معايا امير كرار. امير كرار بعد 20 سنه يا ربي شكله هيبقى عامل ازاي؟ قمر. هو امير عسل ومحترم وابن ناس وطيب وجدع، ويعني ما شاء الله عليه. انت كمان جميله اسماء، انا بشكرك على ان انت النهارده اديتينا شويه من خلطاتك في حبر سري، ومن نجاح لنجاح ترجعي مصر بالسلام. كل سنه وانت طيب. باي باي. يعني من برومو اسماء ابراهيم اللي ما فيهوش ولا نجم لنجم الحلقه الاولى امير كراره، استنوه معاكم في حبر سري في رمضان. فاصل وارجع اكمل معاكم ايه اللي عندنا هنا في حديث القاهره من باقي نجوم القاهرة والناس في شهر رمضان الكريم. في انتظاركم.
اهلا بكم من جديد. عدنا وحديث القاهره على مائده رمضان في القناه الاجرأ في شهر رمضان المبارك، قناه القاهره والناس. يعني في برنامج كده يديك امل، في برنامج يخليك تشوف مشوارك اللي جاي لو مشيت الخطوات دي هتوصل لفين. بيعرض قصص نجاح وتاثر فينا بجد، وتخلي كل حد فينا يدور على طريقه ويعرف ازاي يمشي. من اهم البرامج اللي بتعلم عند الناس وخصوصا الشباب هو الجدعان. الجدعان في القاهره والناس في رمضان المفترض يتحط فيه نقطه كمان جنب النون، لان هم الجدعات ستات مصر 30 ست وست. مفاجاه عاملها لنا زميلنا المتالق محمد غانم. خلينا نشوف برومو البرنامج ونرجع نشوف جاب الستات دي منين. يلا نشوف وارجعوا لنا تاني. لأول مرة في رمضان برنامج الجدعان يوميا على شاشة القاهرة والناس 2 يرصد قصص كفاح ونجاح سيدات من مصر. اخبار التسويق ايه؟ مصر بلد الشمس، كل حاجة بتنمو في مصر احنا بنجففها. مصر يعني الوطن العربي، هي من أقدم الدول اللي بدأت فعلا فيها صناعة دواء سنة 1938. احنا فرحانين بيكي جدا جدا، نموذج يفرح للقيادات النسائيه. ما كانش يعني يخطر لي على بال ان في لحظه هيجي لي تليفون ان انا هحلف يمين دستوري لنائب محافظ البحيره. قصه نجاح هايله جدا، نجاح كبير جدا، نموذج مضيء، علمينا حته العادات والتقاليد اللي بتربط مصير كل واحده، وان الست الناجحه هي المتجوزه ومخلفه عيال وقاعده في البيت، مش هي دي الصوره اللي عايزين نوضحها. الثقة دي راجعة ليه بقى؟ البنات بتبقى اهتماماتها ان هي مثلا ترسم فاشن، انا كان اهم حاجة واكتر حاجة يعني بتعجبني ان انا انزل المصنع. الادارة دي قدرات من عند ربنا. الجودة كل ما كانت كويسة كل ما الاسمي بيكبر. السبحة نفسها بتحس بيا؟ طبعا، تتفاعل معاك في الذكر. في ايام انا ما اعرفش عدت ازاي. بس الدماغ بدأت تشتغل. ما هي الدماغ دي هي المشكلة. جبت منين السدو دي؟ السدو هو التكنيك والمنتج بتاع النور. برجع ساعة الفطار أفطر، أرجع من الفطار لغاية السحور أنا قاعدة في الموقع. أنت بتخلي حياتنا حلوة. بعد السنة الأولى مرشحة وزارة الخارجية الأمريكية. أقنع إزاي أسرتي أنا رايحة أمريكا؟ ما فيش واحدة ست هتقدر تنجح غير لو العيلة كلها بتدعمها. المرأة المصرية آثارها واضحة للجميع في مزارعنا ومصانعنا وشركاتنا ومشروعاتنا، شريكة للرجل اللي هو في الأصل أعظم استثماراتها وهديتها للحياة. السيدة المصرية لما بتاخد فرصة بتتألق بجد. حاجة تفرح، حاجة تفرح بجد إن أنت تشوف النوعية دي من الستات بتنجح وبترسم طريق وتكسر الدنيا وتبقى في مناصب كتير. يعني انا شخصيا فخوره قوي بالبرومو بس باللي بيتعرض فيه، لكن ايه اللي جوه الحلقات بقى؟ وهو اخباره ايه وجولاته كان شكلها ايه؟ خلينا نعرف ده من زميلنا العزيز الاعلامي الاستاذ محمد غانم. يا مساء الفل. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. انا عن السؤال الاول بشكرك على الكلام الحلو. تستاهل اكتر. لا لازم اقول لك شكرا على الكلام الحلو على برنامج جدعان. الحقيقه تستاهل كتير اللي بقوله. اشكرك بجد. بس ليه ما غيرتش النون لته؟ ده سؤال مهم جدا. الجدعان قماشه كبيره جدا، لازم تفضل ثابته. نحط تحتها جميع الصناعات في مصر. فقلنا الجدعان سيدات من مصر. الله. طب سؤال بقى شخصي شويه، معلش قبل ما ابتدي في التفاصيل، رد فعل مراتك ايه؟ انا حسيت بالفخر وانا بشوف السيدات دول، رد فعل مراتك كان ايه وانت بتحكي لها على تجارب الستات اللي انت بتقابلها؟ وهي عايزه تصور حلقه. عايزه تصور حلقه. الله. ودي بنا جدعة برضه. ربنا يخليها لك. أكيد وراء كل ناجح كمان وبجانبه امرأة قوية ناجحة. طيب ستات من مصر 30 ست وست، اخترتهم إزاي؟ بصي المشوار كان صعب، الاختيار كان صعب جدا، ولكن كنا بنعمل الأول زي معاينات للأماكن للمصانع للشغل المنتج اللي بينفذوه عشان نقدر نختار،
لان برضو مطلوب قصه نجاح، مطلوب انها تكون قدرت تعمل حاجه مبتكره، قدرت تعمل اضافه للمنشاه اللي هي شغاله فيها. وبالتالي ده لقيناه بصعوبه، ولكن عايز اقول لك ان السيده في مصر لما بتتبوأ منصب بتكسر الدنيا، ملهاش حل. هي عندها اصرار على النجاح، منظمه جدا، فكرها مرتب، وبالتالي لما بتمسك منصب قيادي او بتتولى اداره شركه او مصنع بتنجح نجاح صاحب بتتجاوز كل التوقعات. هي دي المرأة المصرية، وده اللي بنأكد عليه طول البرنامج، وحققت معادلة صعبة جدا، ازاي توفق ما بين شغلها ونجاحها فيه وما بين بيتها، ازاي تحافظ عليه. البيت يعني الزوج والأولاد، البيت يعني والدها ووالدتها، ازاي بتحقق المعادلة دي؟ وده اللي حاولنا نثبته من خلال برنامج جدعان سيدات من مصر. حاولتوا تثبتوه، بس أنا متأكدة متأكدة محمد إن أكيد كان في حاجة في فكرك اتغيرت بعد البرنامج ده، بعد ما شفت نوعية الستات دي، ايه اللي غير؟ ان انتوا جامدين قوي. لا ان انتوا جامدين قوي. سلام يا سلام. احنا بجد احنا كرجاله، لا انتوا لو بتمسكوا بتتجاوزونا، بتتعدونا، يعني عارفه عندكم قدره على القياده بشكل رهيب جدا، هدوء غير طبيعي، قدره على استيعاب اي مشكله في المنشاه اللي شغاله فيها وانها تلاقي حلول ليها. لا مرعبين بجد، انا بقولها لك مرعبين. يا سلام، على فكره انا هعتبرها شهاده حلوه دي، يعني مرعبين دي حاجه كويسه قوي يعني. لا 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 خصوصا بحصم بالعشره على كل سيده في مصر ان هي من اقوى العقول الموجوده في مصر حاليا، هي السيده المصريه. انا قلت البرنامج يفرح، وكلام كمان زميلنا العزيز الاستاذ محمد غانم يفرح اكتر. طب مين الشخصيات اللي انت سجلت معاها وفعلا اتاثرت بيها جدا، او كانت في مهنه بالنسبه لك مفاجاه، ازاي دخلت حاجه شبه كده؟ بصي عندي قصص كتير قوي تغيير مسار، يعني ناس كانت مستقره تماما في شغلها وفي حياتها وفجاه لا مش مبسوطه، مش لاقيه نفسها، فغيرت مسارها تماما، بتبقى بتشتغل في شركه عالميه، انت متخيله يعني شركه عالميه تقبض الدولار في مصر، وبتغير مسارها تماما لاتجاه تاني وبتنجح فيه برضه وبتصل فيه للعالميه، انت متخيله السيدات المصريه بيعملوا ايه؟ كمان عندنا نماذج تفرح، سواء رانيا جورج مصنع لونا، سواء الدكتوره ايريني ميشيل مصنع سري براذر، سيدات بيقودوا منشآت صناعيه ضخمه، اللي هو لما تدخلي انت بتلاقي مكابس وتلاقي خراطه وتلاقي انت بتعملي هنا. لا انا ناجحه، انا اللي بقود الكلام ده كله. طب وفي انت دايما من عادتك محمد انك بتدي للناس امل ان هم يمشوا على نفس الطريق. هل طرقهم سهل ان ستات تتابعهم فيها وتمشي على نفس الطريق وتحقق نجاحات كده؟ جايبين كل النماذج من اول اصحاب المنشآت الضخمه جدا لغايه الناس اللي بدات من الصفر من بيتها، بدات في مشروع لغايه لما النهارده بقت من اكبر المشروعات المتخصصه مثلا في المفروشات في الملابس. الناس دي رحنا شفناها، احنا في المانيا في دريسدن رحنا صورنا مع الدكتوره هاله غنيم استاذ حفظ التراث، دي سافرت امريكا من غير ما اهلها يعرفوا، انت متخيلها عشان تكمل دراستها. شوف الاصرار على النجاح. النهارده اهلها لما بتنزل البلد عندهم هناك او بتنزل مصر كلهم بيقابلوها في المطار يتشرفوا بيها، متخيله الاصرار ان انا اكسر حاجز ان انا بنت من محافظه واهلي رافضين ان انا اتعلم بالشكل ده او ان انا اسافر امريكا، لا انا هروح وهكمل وهجازف. النهارده هي استاذه حفظ التراث في المانيا. الله متخيله، عارف شوقتنا قد ايه؟ ما اعتقدش يعني مش كل ست في مصر او في الوطن العربي هتكون مستنيه تشوف الصوره دي وتعرف انها تقدر من خلال برنامجك السنه دي في رمضان، لكن حتى الرجاله اللي هتدعم الستات وهتتشرف بيهم واللي مؤمنه بتجاربهم واللي هتتعلم منها كمان. انا بشكرك جدا على البرنامج دايماً الجميل. كل سيده كل سيده عندنا معاها الشاهد عليها، زوجها والدها والدتها، يقول لنا ازاي الدماغ دي اتعملت، الناس دي ربت الناس دي ازاي اكتشفوا فيهم قدراتهم، ازاي ساعدوهم. احنا لازم نتعلم، صح ولا لا؟ طبعا انا شخصيا مستنيه البرنامج من دلوقت. زميلنا العزيز محمد غانم، شكرا جزيلا على التجربه الحلوه دي، بجد شوقتنا نتفرج عليها. كل سنه وانت طيب. شكرا ليكي وقناتنا العزيزه كارا والناس، شكرا ليكي. شكرا. مفيش حاجه مش موجوده في القاهره والناس في رمضان، اجرأ قناه واقرب قناه للقلب وللمعده كمان، يعني مي يعقوبي عليها خلطات من كل بلاد العالم وملذ وطاب، بتطبخ وتحضر وتديكم معلومات صحيه وبتدوق الاكل قدامكم كمان. وعايزه اقول لكم سر ان الاستوديو هنا يعني بيبقى صاحب هذه الوليمه بعد انتهاء البرنامج. ماي شو في رمضان، شوفوا البرومو ونرجع نقابلها ونحكي معاها هنا في حديث القاهره. رمضان يعني لمة العيلة والصحاب، واللمة ما بتحلاش غير على أكلة حلوة.
هكون معاكم كل يوم في رمضان بسفرة جديدة. يا مي، أنا عايزة أقولك إن زمايلنا هنا في الاستوديو لما باجي بتحكي لي على طعم الأكل اللي اتعمل، وأنا طبعاً ما بيخفاش عليا ريحة الاستوديو بعد ما بيتحول لمطبخ ويرجع يبقى حديث القاهرة. مساء الفل، كل سنة وإنتي طيبة يا مي. مساء الفل يا روحي، مساء الفل، كل سنة وإنتي طيبة يا كريمة. يعني تسلم إيديكي ويسلم كمية المعلومات العظيمة اللي بتديها لنا كل حلقة، بصراحة بتفيدي كل الناس، يعني حاجات في الصحة وحاجات في الفيتامينز ونعمل إيه وما نعملش إيه. يعني أنا شخصياً بتعلم إنه المطبخ يا كريمة هو زي ما تقول خط دفاعنا الأول، أكلنا بيشكل جزء كبير من مناعتنا وصحتنا وشخصيتنا، فبحب دايماً أدي معلومة مفيدة. طيب أنت الفترة اللي فاتت قدمت لنا وجبات عظيمة من فلسطين الحبيبة، وكانت كل يوم حاجة أحلى من التانية، حسينا فيها بريحة جمال فلسطين وأرض فلسطين. رمضان مكمل لنا إيه بقى؟ يعني عمل لنا إيه في رمضان؟ بصي، هو المطبخ يعني احنا صح برنامج طبخ، دايما بقول جمله بالفتره الاخيره، هو في ظاهره برنامج طبخ وفي باطنه دعم وفي باطنه ثقافه وفي باطنه تاريخ. احنا كل اكله لو فكرنا فيها في حد اخترعها وفي حد ابتكرها، حد ده من الاف السنين من مئات السنين. فلما حصل موضوع 7 اكتوبر حسيت طب هو برنامج طبخ ملوش دور؟ لا، ليه دور، لانه في اكلات قدمناها يا كريمه واتكلمت عنها عمرها أقدم، يعني من أيام صلاح الدين، في أيام من آلاف السنين. فلما تكون الأكلات دي موجودة، يعني التراث موجود، يعني الهوية موجودة، يعني نحن موجودون وهنرجع بإذن الله. دورنا نحافظ على التراث العربي. إحنا الفترة الأخيرة عرفنا إنه قد إيه ثقافتنا قيمة، وجزء من الثقافة حتى بالأنثروبولوجي، علم الإنسان، لما يدرسوا بيدرسوا الأكل، بيدرسوا كانوا بيأكلوا إيه وبيطبخوا إزاي وأدوات الطبخ. فدورنا نحافظ ونفتخر. صح نعمل وصفات من الشرق والغرب، وشفنا العالم كله، الشعوب جميعها بتساند وتقف مع بلداننا. فالأكل ده حاجة شعبية لا تخص يعني سياسات، هو خط صغير بيجمع بين الشعوب. فحسيت إنه مش غلط إنه نلقي الضوء أكتر على أكلنا. وعايز أقول لك حاجة غريبة قوي يا كريم، إنه وأنا بدور على وصفات مصرية أبعد من اللي إحنا عارفينه، الرقاق يعني البامية والحمام، اكتشفت كمية وصفات رائعة في مصر 90% من الناس ما تعرفهاش وأنا واحدة منهم. طب ودي هتبقى معانا في رمضان؟ لا بصي، الحلقات اللي في رمضان دلوقتي في توجه شوية مختلف. إحنا المطبخ دايما يعكس الحالة العامة. أول حاجة أعرف إنه طبعا رمضان هو جزء كبير، جزء كبير منه طبعا الأكل، بس هو روحه السنة دي، عشان إحنا في القاهرة والناس دايما بنقول صح أجراء قناة، لكن إحنا القناة اللي ماشية مع نبض الشارع. يعني بقول لهم كده في البرنامج، إحنا مش منفصلين ولا منفصلين عن ما يحدث حوالينا أو في البلد. فحسيت إنه ليه السنة دي فكرة إنه الأكل يبقى حلو ولازم يبقى مكلف، يعني مش هيبقى حلو غير لما في لحمة كتير وفراخ كتير. طب ليه ما وريهمش إنه الأكل حلو قوي بشوية تقليل مكونات؟ يعني استخدمنا لحوم وفراخ ومنتجات مثلا الألبان، المكسرات بكميات مش كبيرة لكن الوصفات طالعة رائعة. الأكل محتاج مكون رئيسي هو النفس، ويتعمل بنفس وبحب للناس، ومش ضروري التكلفة العالية ولا المبالغة في التكلفة ولا في الأكل، عشان احنا شهر رمضان اصلا يعني جزء منه انه نكون ناكل خفيف علشان نأدي العبادات، وكمان ما نبقاش مبالغين في الاسراف على الاكل. الله، يعني سفرة حلوة وشيك ومغذية وعلى قد الايد. ده يعني ده عارفة هتجوعينا، اي نعم في نهار رمضان، بس على الاقل هنغش منك الوصفات ونعملها اخر اليوم. بصي، الاكل فعلا 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 عندنا الخضار لازم نكترها، يعني يمكن تيجي الفترات دي بتاعت اللي هي مثلا اللحوم بتغلى شويه، او بتخلينا نبص على الجوانب الايجابيه. الناس ابتدت تجرب وصفات مش عشان هي اقل تكلفه، بس هي فعلا اقل تكلفه وطعمها حلو ومفيده. خلتنا نبص اكتر على قيمه الخضار في حياتنا والحاجات والسلطه. لازم يكون اكلنا متوازن وصرفنا على الاكل متوازن. يمكن البرنامج من اول ما ابتدى، علشان ما نكونش طالعين دلوقتي احنا بنقول احنا بنحاول نوفر، احنا بنحاول نمشي مع احنا جزء منهم. انا بدخل كل يوم بيوتهم يا كريم. صحيح، يوميا بدخل. تخيلي انا عامله مثلا على السفره السنه اللي فاتت قبلها حشينا البطه ورق عنب وعملنا روست ورومي وجنبه. طب ما اللي بيتفرج هيقول لك هجيب البطه منين؟ لا، وخصوصا البطه لو سمحتي، لان دي عملت انقلاب. خلاص، اذا اكلات الامور حلوه احسن، واحنا كلنا يعني متفائلين طبعا بالاحسن، بس برضو مش غلط زي ما حصل وقت الكورونا نكون مرنين ونتعود
نتعامل ونعمل اكل تحت اي ظروف. هو ده الحاجه اللي اتعلمتها الفتره اللي فاتت، ازاي نبقى شعب قادر يعدي بكل الظروف وبكل سلاسه. الله، انا اقول لكم صفرتكم مش هتنسوها بصراحه. يعني انا شخصيا يعني بعشق ريحه الاكل اللي بتعمله مي يعقوبي. مي انا بشكرك. ساعات يعني لما يبقى الوقت قريب اسيب لك بالذات الحاجات اللي انا عارفه انك بتحبيها. انا بموت في كل الاكل اللي بتعمليه الحقيقه. يعني حياتي. كل سنه وانت طيبه وتسلم ايديك يا مي. ورمضان كريم. الله اكرم. الله. كلنا بقى كلنا اوكي، بس الاكل علشان يبقى مغذي ومفيد وما فيهوش اي حاجه ممكن تاذي معدتنا او نتخلص من العادات اللي ممكن تاذي معدتنا بعد فتره صيام طويله، اكيد لازم تتابعوا الدكتور. الدكتور ايمن رشوان يعني دايما لما بيكون معانا يجاوب على اسئلتنا اللي هي اسئلتكم حديث القاهره، بنقول انه صاحب اهم محتوى طبي وصحي في الوطن العربي. ده مش من فراغ. في شهر رمضان بقى هيعملوا ايه؟ هيتابعونا بروشتات صحيه شكلها ايه؟ نشوف برومو البرنامج ونرجع نكلمه هنا بالصوت والصوره في حديث القاهره. الدكتور والناس الحلوه، الحلول الصحيحه للمشكله. انتظرونا. موائد رمضان موائد مخيفه جدا، والعزومات هي اكثر طريق لبوظان الوزن. افضل النصائح الطبيه لصحه سليمه. القضيه صوت وصوره. شفتوا بقى من انشغالاته صاحب برنامج الدكتور والناس الحلوة. هيكون موجود معنا صوت بس. الدكتور أيمن رشوان، مساء الفل. مساء الفل. ازيك يا أستاذة كريمة؟ كل سنة وانتي وكل مشاهدين القاهرة والناس كل الوطن العربي من الخليج إلى المحيط بخير وصحة وسلامة وسعادة ورضا يا رب. يا رب وصحة 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 كمان يعني. بكلمك من أبعد مكان في العالم، من أصعب مكان في العالم. ليه بس؟ ليه؟ إن شاء الله تكون بخير. مستنيين برنامجك بمنتهى الشغف يعني. ومستنيين نصايحك كمان. السنة دي لسه كانت معانا الشيف مي يعقوبي بتقول احنا على سفرتنا بنتاثر كتير قوي باللي بيحصل حوالينا، بس ده احيانا بيدينا عادات صح واحيانا بيدينا عادات غلط. اولا احنا عندنا يعني الجميلات استاذه كريمه واستاذه مي يعني، وبقى من خلالك ومن خلال الاتصال دوت ببعت تحيه طبعا لمي يعقوبي ومن خلالها كل الحب والتحيه وال يعني والاحترام والتقدير للشعب الفلسطيني العظيم يعني. كلنا بنبعت كل المحبه كل يوم والدعوات كمان ما بتخلصش. يا رب يا رب يعني يا رب يعدي عليهم رمضان كله خير ويعدي عليهم رمضان بالنصر ويطبطب على جرحهم. امين يا رب يا رب. الدكتور والناس الحلوه السنه دي في رمضان للموسم اقول ايه 13 باين احنا يعني موجودين من 2013 بنتكلم دايما في صحه الناس. رمضان فرصة مهمة جدا لتصحيح المسار الصحي. احنا بنحاول بقى نوريهم المسار الصحي الصح في رمضان في كل حاجة، في الأكل بقى وفي الأسنان وفي العيون وفي المخ والأعصاب في كل شيء، وفي الغدد ازاي اخد الأدوية بتاعتي وازاي اتعامل مع، لأنه يعني في كارثة بتحصل دي بنخاف منها قوي، إنه في ناس كتير في رمضان بتهمل أدويتها، في ناس كتير في رمضان بتهمل صحتها، تعمل تشيك أب، وفي ناس تانية بالعكس تستغل وقت رمضان وبتهتم بصحتها أكتر وبتروح تعمل شيك أب بتستغل الوقت ده، وخصوصا اللي مثلا شغلهم شوية بيبقى فيه ممكن ياخدوا أجازات في رمضان خلاص بقى خلصوا الموسم. يعني في ناس تصليهم بقى يجي رمضان يقول لك بقى ايه بعد صلاه التراويح بعد ما اصلي العشاء والتراويح اروح اعمل شيك اب على اسناني، اروح اعمل شيك اب على عينيا، عندي عمليه خفيفه كده اعملها في نص رمضان يعني في بعد الفطار ثم عمليه اهتم بصحتي بقى يعني اهتم بصحتي. ايوه يعني ابقى اهتم بروحي وصحتي مع بعض الاثنين. ده لازم أكيد. ده لازم يعني اصل بصي مفيش يعني في لحظه معينه الانسان بيدرك فيها ان الصحه هي اهم حاجه في الدنيا واهم من الفلوس واهم من الجري وراء المناصب واهم من الجري والحرب في الصراعات الانسانيه، الصحه هي اهم حاجه. الانسان ساعتها بيقعد يقول صحتي يعني انا نفسي في الدنيا لا وصعب جدا استعادتها ده اذا امكن استعادتها يعني. لكن انا بقى بما اننا بنتكلم على الصحه ومش ممكن تبقى معايا وما اخدش شويه نصايح، انا هاخد جزئين من النصايح. الاول أصحاب الأمراض المزمنة إذا عايز تديهم نصايح خاصة بالفطار والسحور ما يعملوش أو يعملوا. الضغط
السكر، الكوليسترول، التلاتة دول بيبقوا أكتر الحاجات اللي الناس بتسأل عنها نعمل إيه في رمضان، وخصوصا إن إحنا مرتبطين بوجبتين بس، فلو طيب. عندك نصيحة. السؤال بتاعي ده إحنا عاملينه شهر رمضان كله في حلقات كبيرة كتيرة قوي، لكن أنا هختصره لك في شوية الكلام اللي هنقوله دلوقتي. بالنسبة للسكر، اللي عنده سكر من النوع الأول اللي بياخد إنسولين، والإنسولين له مقاييس لازم يمشي وراء مقاييس الدكتور، والدكتور أو الطب عمل زي ما تقولي كده جدول، الجدول ده بيحدد مين اللي يفطر ومين اللي يصوم، لأنه هو مش يعني 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 ربنا سبحانه وتعالى خلى إن ليس على المريض حرج، ودينا يسر يعني دينا يسر، وفي هنا ما يبقاش الإنسان بيدور نفسه يعني، بس مين صاحب القرار؟ الدكتور. حتى أهل الدين قالوا ارجعوا لأهل العلم، فالدكتور اللي هو احنا يعني يرجع لي أو يرجع لواحد من الزملاء المتخصصين، زملائي في الغدد، هيروح قايل له أنا دلوقتي سكري من النوع الأول، طب سكرك من النوع الأول بتاخد أنهي نوع من الإنسولين؟ باخد كذا، حصل لك غيبوبات سكرية، في بقى اسكوب اللي هي يعني أهم حاجة إنه ما ياخدش قرار، يخلي الدكتور هو اللي ياخد قرار ويوجهه في رمضان. دول بالنسبة للسكر الأول. تكرار لنقص السكر لا ما ينفعش أصوم، يعني اللي عنده نقص السكر بيجيله بكتير باستمرار ما ينفعش يصوم. السكر من النوع الثاني لا ممكن يصوم بسهولة وبتاع، ما لم يكن جاله غيبوبة كيتونية في الفترة اللي فاتت، يعني له مقاييس علمية هيلاقوا الناس. وانت عارضها بالتفاصيل في البرنامج يا دكتور أيمن صح؟ بالضبط كده. الضغط بيصوم عادي، ما لم يكن سيفير قوي وبياخد كميات أدوية متتالية بيصوم عادي والصيام كويس جدا له، بس يبعد عن مشروب العرق سوس تماما تماما. مشروب العرق سوس لمرضى الضغط خطر جدا لأنه بيرفع الضغط جدا. دي نصيحة ذهبية لكل الناس اللي بتتابعنا. طبعا الناس اللي معرضة للضغط ما يشربوش عرق سوس. الكورايز ده في حاجة زي الكورتيزون كده بترفع الضغط بشكل كبير جدا، وأنا يعني شايف إنه هو مشروب خطر جدا على مرضى الضغط، ومش أنا اللي شايف، كل العلم حتى موجود في الكتب. دي النصيحة دي بنحطها يعني قدام الناس وحلقة في ودنهم طول شهر رمضان. أنا عارفة إن المحتوى هيكون مفيد للناس كل الأعمار، سواء اللي بيحبوا يحافظوا على صحتهم أو اللي بيعانوا من بعض الأمراض وعايزين توجيهات يتعاملوا معاها ازاي. انا في انتظار البرنامج يا دكتور ايمن، وكالعاده ناجح وانجح برنامج صحي وطبي في الوطن العربي. طيبين وانت بألف خير. رمضان كريم. الله اكرم. رمضان كريم. ومن زميلنا العزيز الدكتور ايمن رشوان، واقوى محتوى طبي صحي في القنوات العربيه، علامة مميزة في القاهرة والناس بقالها سنين وسنين وسنين، هتكون موجودة معاكم هنا كل أيام شهر رمضان، يعني النشرة الأشهر نشرة أخبار الفراخ، مواقف وأخبار حقيقية بطريقة كوميدية جدا وعلى لسان مين؟ المشهورين. استنوها في رمضان وأوعدكم إنها هتكون ابتسامة لطيفة جدا في وسط اليوم. خلينا بقى نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل معاكم حديث القاهرة. السوشيال ميديا احمد برشومي. انت اللي عامله ايه؟ زي القمر على غير العاده، ما عرفتكيش. ميمي كوميدي. احمد اليوم اني نعيش سنجل سنجوله احسن من اني نرقد كل ليله على مخده بدموعي مبلوله. احمد الشافعي. بس تقع علي. انا مش عارفه وزني يفرق معاك في ايه، بس هل انا وزني تقيل على تليفونك؟ ليلى نصر. أطفال بقت تنحى تناحى. بسمة لطفي. طول عمري فاكرة نفسي فلوطة في أخذ القرارات. معاذ ماهر. عيني يا أم سماح كوبري يجيب أملاح. خالد كتكاتا. قلم رصاص اتش تو بي، لا حبيتش ده جهاز تنفس. ميرال فهمي. بلاش تحسس اللي جاب لك كوباية لبن إنه اشترى لك جاموسة. نور أسامة. سواء لك أخواننا إيه؟ سواء الفول والنبي عايز قهوة مانو ووش ما بتمسوش الوش، ماشي أنا خمسة وجاي على طول مش هطلع. فاطمة زهراء. أنا لو لبستش مطب بلبس بلاعة. حسن صفوت. إحنا هنطير فوق أمستردام. بشير شوشة. اللي ورايا ده برج البهارات. يعني لأول مرة تجربة عالمية. كل العدد ده من نجوم السوشيال ميديا من الوطن العربي كله في برنامج واحد بس على شاشة القاهرة والناس في رمضان. نجوم العرب على السوشيال ميديا.
تصوروا لما يجتمعوا مع بعض ممكن يعملوا لنا ايه؟ حاجات كتير. لكن انا هاخدهم حد معاكم كده، حد ناخد ايه الجديد، عاملين ايه، نجحتوا كل النجاح ده وكسرتوا الدنيا على السوشيال ميديا في برنامج تلفزيوني في اجرأ قناه في رمضان، بتقدموا ايه؟ انا هبتدي معاكم بالبلوجرز الشهير، يعني ناقل المباريات العالميه من عزبه حراشه المحليه، معاذ ماهر. شوفوا البرومو بتاعه ونرجع نقابله. اجمد نجوم السوشيال ميديا معاذ ماهر. كنت من ام سماح، يا ترى طفت على حله المحشي ولا نسيتها تتحرق؟ وادي مرور، يا عيني يا عيني يا عيني يا ام سماح، كوبري يجيب املاح. وادي سويله بن زبير على التصوير، وادي ام محمد، ام محمد يا ام محمد يا ام محمد، يا لهوي يا ام محمد، يا لهو على الهدف ام محمد، يا سلام يا سلام، المحترفه في الشارع الاول في عزبتنا عزبه حراشه. قلت لكم مباريات عالميه من عزبه حراشه المحليه. معاذ ماهر مساء الفل. ازيك؟ مساء الخير، ايه الاخبار؟ اتشرفت طبعا بوجودي مع حضرتك ومتشكر جدا على الاستضافه الجميله دي. بالعكس، احنا اسعدنا قوي الخلطه العظيمه دي اللي هتكون موجوده، يعني بننقل السوشيال ميديا للتلفزيون، لكن تعليق على مباريات، ده انت كده بقى مغرم كوره. الفكره هو ان انا بحاول اخرج الناس من جو المشاحنات والتعصب ما بعد كل مباراه، يعني الناس تتقبل فكره ان هي لعبه كره قدم مش اكتر من كده، لان الموضوع اخذ مسار تاني مع الناس، اللي هو خلاص بقت اسلوب حياه، بقى ممكن نقطع علاقتنا بناس بسبب الكوره. فالفكره كلها ان انا بحاول اخرج الناس من الجو ده، مش اي حاجه تانية يعني. ها طب قول لي اين موقعك الان؟ هل انت موجود في عزبه حراشه؟ لا، عزبه حراشه دي ده فيها، انا قلته، انا من قريه اسمها عبد المنعم رياض، تبع حوش عيسى في محافظه البحيره. اطيب ناس، انا بحب اهل البحيره كلهم يعني. طيب قولي بقى معز، اللي عاملينه في رمضان، يعني تجربة النجاح على السوشيال ميديا قوية جدا، لكن ننقلها للتلفزيون أكيد مرتب لنا ومحضر لنا فيها حاجات كتير، عامل لنا إيه؟ موضوع الدورات الرمضانية طبعا بتلاقي قبول كبير جدا من كل أطياف الشعب المصري، وتقريبا دي حاجة احنا متعودين عليها، مثلا شبه كرتون بكار مثلا زمان كده بنستناها كل سنة. فالموضوع معانا احنا الموضوع ترفيهي اكتر ما هو لعبه واسلوب وكده. طبعا انا بحاول اقتطف من المباريات ديت الحاجات الكوميديه او الاهداف. يا توني بتكح وانا بتكلم ليه يا توني؟ خلاص خلاص خلاص، من غير خناق. هو في ايه يا عم؟ على فكره انا عايز اقول لكم ان كلهم موجودين مع بعض دلوقتي، شايفين بعض بالصوت والصوره، خلطه البلوجرز الشهيره. طيب انت هتعلق يعني على دورات رمضان؟ ان شاء الله باذن الله متواجد في دورات كتير في رمضان، طبعا منها دوره طبعا هتبقى اقوى في المنطقه، دوره قريه الشعراوي. طبعا ان شاء الله باذن الله هعمل ملخصات للدوره ديت، وباذن الله يعني هحاول اجمع اكبر عدد ممكن من المباريات اللي حصلت ان شاء الله في الجمهوريه في رمضان اللي احنا فيه ده ان شاء الله. طب بقول لك واحاول ابرزها للناس. بقول لك ايه، مش ممكن تبقى معايا وما اخدش منك تعليق على ماتش الكاس امبارح الاهلي والزمالك؟ يعني مستحيل، مش هعديها دي. انا زملكاوي بس. هو انا عندي سؤال واحد بس، يعني الحكم اللي هم جايبينه ده، احنا ما طلبناش حد يتخانق، يعني احنا محتاجين حد يحكم ما بين اتنين جايبين لنا واحد بتاع خلط بتاعت خلاطه بتاعت صبه. انا عايزه تعليق، ما تهربش. اوكي خلاص، سيبنا الحكم. تعليق على الجون وتعليق على المباراه، وايوه اتفضل. جونين ورا بعض كده وامرك لله. اهلا بكم اصدقائي المشاهدين في لقاء من العيار الثقيل، القمه المصريه العربيه والديربي الاقدم في الشرق الاوسط وافريقيا، بين الاهلي والزمالك، والزمالك والاهلي. هنا الاحترافية الكبيرة في التعامل مع اللقاء من قبل المملكة العربية السعودية. وادي اول كورة اللي كان وقفش كورة عالية، يا لهوي يا عواد، ارحم اللي خلفونا يا عودي، الكورة في نص كورة يا عالمي. كورة تانية وادي امام منطلق من اليمين، لادي قفشة يا سوادي، الهدف الثاني. وكل مشجعين الزمالك بتعاني النهارده من الدفاعات، تركيبه عظيمه بسم الله ما شاء الله، نتمنى ما تتكررش ثاني. معلش هارد لك يا زملكاوي.
وبشكرك على التعليق اللي على الهوا ده، قلبي معاك، حسيت بيك، حسيت بيك. هشوفك في رمضان معاذ ماهر صانع المحتوى الشهير. شكرا، شكرا جزيلا. طيب خفة الدم بقى ملهاش حدود. تقع علي عاملة يعني حاجة حلوة قوي في رمضان. خلينا نشوف البرومو ونرجع نكلمها. أجمد نجوم السوشيال ميديا تقع علي. أنا مش عارفة هي الكاميرا معفنة ولا أنا حلاوتي اللي مغلوش على الكاميرا ولا يا بنتي ليلة امتحان إيه يا بنتي؟ تعالي اعملي معايا مكرونة بشاميل. ولا مهند أنت دخلت فرص السنة بوشك ولا إيه؟ طب أقول لها إيه؟ أقول لها إيه؟ يا تقع مساء الفل. مساء النور. بصي أنا مغرمة بخفة الدم اللي رباني دي، يعني أنا مش يعني مش مش أي حد يقول الكلام اللطيف ده. ربنا يخليكي. قولي لي ده في الحقيقة كمان ولا ولا يعني ده طبيعي طبيعي؟ طب يعني انا على طول بتكلم كده من غير ما افكر في الكلام اللي بقوله بصراحه، ساعات بيوديني في داهيه يعني بس او شغال. طب واصحابك، اصحابك بيعملوا ايه؟ يعني بيقدروا يتملكوا نفسهم من الابهات اللي ورا بعضها دي؟ بيبقى حالتنا صعبه قوي بالذات في المواقف الجد، يعني في اي موقف جد تلاقيني دايما ببقى قاعده مش عارفه اعمل حاجه، حتى لو حد بيزعلي تلاقيني قاعده عامله كده وبحاول امسك نفسي مش قادره. طب وهتعملي فينا ايه في رمضان؟ تعمل ايه؟ ان شاء الله تبقى حاجه حلوه برضو، هنموت من الضحك برضو. ايوه انا الحقيقه بعشق الضحك والضحك بيطول العمر، بس نجاح السوشيال ميديا تحدي كبير انك ترجعيه على التلفزيون، احنا عارفين انك قدها. ايوه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. تقع مبسوطه جدا ان احنا اتكلمنا مع بعض. عايزه تقولي اي حاجه لكل متابعينك على السوشيال ميديا عشان برنامج في القاهره والناس؟ انا مبسوطه قوي وان شاء الله تبقى نعمل حاجات حلوه سوا يعني، وافرحكم واضحككم اكتر لان انا بجد ببسط قوي لما حد يقول لي انت، بجد انا ببسط قوي لما بشوفك وببقى متضايقه اخش اتفرج عليكي، ف ان شاء الله اضحككم كلكم يعني ونعمل قطايف وكنافه كتير سوا. ايوه انا شخصيا مستنيه 2-3 عارفه كل يوم ضحكت قبل الفطار وضحكت بعد الفطار. شكرا تقع. ايوه ضحك قبل السحور لازم. ده انا مستنياه جدا. تقع علي صنعت المحتوى الكوميدي العادي جدا، بسيط جدا، تلقائي جدا، لكن يضحك قوي. شكرا يا تقع، رمضان كريم. شكرا ليكي. طيب بصوا بقى، يعني اتكلمت معاكم هنا في حديث القاهره قبل كده عن الناس اللي بتعمل فيديوز للرياكشنز على اي حاجه بيشوفوها على الانترنت، لكن نور اسامه شوفوا وارجعوا لي تاني. نور اسامه. صباح عليكم يا اخوانا. ايه صباح الفل والنبي، عايز قهوه مانو ووش ما بتنسوش الوش ماشي، انا خمسه وجاي على طول. يا نور. يا نور اهلا وسهلا. مساء الفل، ازيك؟ مساء العفو. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا كويسه قوي، بس ما اعرفش انت بعد ما بتخلص الفيديوهات دي الناس بتشوفك في الشارع بتعمل فيك ايه، انا مش عارفه. والله يعني هو الناس ساعات يعني لما بعمل فيديوهات مثلا بيبقوا عارفينها وشافوها كتير، مثلا قبل كده عملت فيديو بكاب، الكاب كان بيقع مني وكنت عامل ان هو ما بيقعش وكده، الناس اول لما شافوني كانوا عايزين بيشدوا مني الكاب عايزين يشوفوا هو بيقع بجد ولا لا يعني. فالناس ليها تصرفات غريبه الصراحه، بس عادي يعني خدنا عليه. ايوه ايوه انت بس بيحبوك الحقيقه، بس اهم حاجه طالما في حب خلاص. ايوه هايل، هيهون عليك اي حاجه بتيجي بعد كده بقى، بنيات، ضرب، خناقات، عادي هتعدي بالظبط يعني هنستحمل. ايوه برافو عليك. عامل ايه في رمضان على القاهره والناس؟ شكلكم عاملين جريمه كلكم مع بعض. لا في شويه فيديوهات ان شاء الله كده حلوه، حاجات سكتشات كده خفيفه، في حاجات سكتشات بقى اللي هي بتتكلم عن الحاجات اليوميه اللي بتحصل معانا في يومنا عامه، وفي شويه حاجات بقى كده برضو الناس كلها تفهمها من غير كلام كده اللي هي تبقى رياكشنز وحاجات كده. طب في حاجه معينه كانت بالنسبه لك انت كده تحس انها البونبونيه اللي في قلب المحتوى اللي تقدم في رمضان تشوقنا بيها؟ والله في، بس خليها مفاجاه بقى. مش بص يا نور، انا يعني منعا للخناقات والبنيات والبوكسات زي ما اتفقنا. طب ما نضربش على الهوا بس. انا موافقه جدا، انا شخصيا متشوقه قوي للبرنامج. نور اسامه انا بشكرك قوي وكل سنه وانت طيب، رمضان كريم. شكرا ليك وانت طيبه. طيب انا بقى يعني شفتوا بقى هيعملوا فيكم ايه في رمضان، انا مش عارفه يعني اللي جاي بقى
اللي جاي مش من جوه مصر، يعني رحنا لحدود لحد الحبيبة الشقيقة تونس. تحدي مش سهل، هتضحكوا من قلبكم باللهجة التونسية ولا بالمصرية؟ شوفوا ميمي كوميدي وارجعوا لنا تاني. أجمد نجوم السوشيال ميديا ميمي كوميدي. نصيحة، الناس نوعين، ابعد عليهم الاثنين. جوزي قال لي عايز أشوف شعرك على طبيعته، كفاية كوافيرات وفلوس ومصاريف. وفي بداية يوم جديد الله يستر العالم مني. ميمي مساء الفل. ازي حضرتك؟ ازيك؟ مساء النور. ده انت عارفة يعني أنا بصراحة مستنية أسألك السؤال ده من ساعة ما بدأت أحضر على الحلقة وأسمع البروموهات، يعني من تونس الغالية الخضرة الحبيبة جايين نضحك المصراوية اللي بيقولوا عليها أهل النكتة، ده احنا عاملين مجهود كبير بقى. الصراحة حاجة صعبة برشا عليا أنا شخصيا، بس مش يعني مش حاجة أنا مش متعودة عليها، أنا متعودة برشا على الأوديونس المصرية، فأنا من زمان يعني على تيك توك عندي فيديوهات كتير باللهجة المصرية، لحد إن في ناس كتيرة كانت مفكراني مصرية، يقول له هو أنت من مصر أو أنت عشتي في مصر وكده، فأنا متعودة عليه، بس إنه الكونتنت بتاعي يكون موجود على تلفزيون مصري فدي حاجة صراحة كبيرة جدا ومخوفاني ومتحمسة جدا جدا، فيا رب يا رب نعمل حاجة في مستوى يعني تطلعات وانتظارات الجمهور المصري إن شاء الله. أول ما نزلتي البرومو أو الخبر عن البرنامج عندك كان ردود الأفعال أخبارها إيه؟ بصي حضرتك عشان نتفق ونبقى أصحاب ولذيذين مع بعض، أيوة. ياريت حضرتك ما حدش يضحكني، دي أول حاجة يعني ما تضحكونيش عشان أنا يعني والحمد لله ممكن يكون عندي أغرب ضحكة في العالم كله مش الوطن العربي، فياريت نتخطى النقطة دي. طب أنا لازم أسمع حضرتك، بس حضرتك دي جايبالي كمية تمرمر كبير عشان ما أقولش الكلمة زي ما هي. أنا يعني مش بعرف أتنمر قوي، بس عارفة على الأقل هبقى عارفة يعني هيبقى أول حد أول حد ما تنمرش قوي، عارفة هبقى طيب أوعدك. ولا مني حضرتك مش مصدقاكي، بس انا يعني يلا طيب مثلا انا حدي لحضرتك، بس انا محضره شويه فيديوهات، ف انا اغلب فيديوهاتي دايما مش الكوميديا المهمشه اللي ما عندهاش اي معنى، انا دايما هتضحكي بس في مسج، في مسج وانا حديكي يعني تيست. أنا موافقة. فيديو من فيديوهات في فيديو من فيديوهاتي كان فايرل على تيك توك وعلى انستغرام، كنت بقول حكمة اليوم، دي حاجة أنا معروفة بيها، بقول حكمة اليوم إني أعيش سنجل سنجولة أحسن من إني أكون زوجة متخانة ومزلولة. إحنا على التلفزيون، لا على التلفزيون حضرتك. أنا أسفة بعتذر. مش هنقدر بس معناش الضحكة قوي يا ميمي، بس ماشي عديها عديها ماشي. طيب عايزة تقولي إيه لكل متابعينك علشان البرنامج الحلو اللي جاي؟ طب أنا عايزة أقول إن شاء الله إن شاء الله هكون عند حسن ظن كل متابعيني وكل الناس اللي منتظرة مني حاجة في مستوى اللي بقدمه أصلاً وأكتر، فإن شاء الله هنضحككم دي حاجة مضمونة، وإن شاء الله هنكون خفيفين ضل عليكم، وأنا أوعدكم إن فيديوهاتي مش طويلة عشان أنا عارفة إن الناس خلقها ضيق، فهي قصيرة بس بتضحك وحتخليكم دايما مستنيين أكتر وأكتر، يعني فيديوهات أكتر وأكتر عشان قصيرة بس فيها كمية كافية أو جرعة يومية كافية من الضحك إن شاء الله، هتعجبكم جدا. ميرسي. أنا شخصيا مستنية أي حاجة بتضحك، زي ما قلنا النهاردة عنوان الحلقة بتطول العمر، محبتنا لتونس وأهلها، دورتينا ميمي كوميدي، مستنيينك في رمضان. شكرا. باي باي. نكمل احنا عندنا الحقيقة مجموعة لطيفة قوي من الناس اللي عاملة ضجة على السوشيال ميديا، وهتكون معانا في القاهرة والناس وجبة رمضان أجرأ قناة في الكون، توني منير. شوفوا كده البرومو وارجعوا لنا نتكلم. أجمد نجوم السوشيال ميديا توني منير. اوعى تستهون بالشخص اللي بيسامح وبينسى بسرعة، صعب قوي
تقنع دبانة إن الوردة أحسن من الزبالة. أنا أقدر أسامحك لما تكذب عليا، لكن سامحني أنا مش هعرف أثق فيك تاني. طيب مش هيقدر يثق فيك تاني، انت لازم تسمع كلام توني بعد كده. يا مساء الفل توني، مساء الخير. يا مساء الانوار، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا. انت عارف انا عارفه انك لو مثلت هتكسر الدنيا. ربنا يخليك. انا بس بعتذر على الكوحه اللي كانت في الاول. الف سلام عليك، انا ما عملتش حاجه، اللي عمل كان مش انا. اتكلي على طول. شرير بطبعه، عارف يعني مش بيعلى بس. بلغة الكورة كأني كوبري. ده شرير خالص، ده شرير قوي جدا. طيب محتوى رمضان بقى اجتماعي اجتماعي ولا اجتماعي مش اجتماعي؟ اجتماعي اجتماعي، بس اجتماعي يعني نحاول نخليه خفيف شوية ومختلف من واقع التجارب اللي احنا بنشوفها في الحياة. فبدي النصيحة في 20 ثانية 30 ثانية عشان الناس ايه ما تملش بسرعة كده. طيب فكرة التجربة التلفزيونية، يعني أنا متصورة مثلا السوشيال ميديا في إيديك، بتتحكم، بتشوف رد الفعل فوري، الناس بتعلق، لو دخلت لايف في لحظة بتشوف الكومنتات بدأ ينتشر قد إيه. على التلفزيون بقى إيه؟ إن شاء الله نكون عند حسن الظن، ونفس المردود اللي إحنا عملناه في السوشيال ميديا يكون برضو موجود على التلفزيون. طب قولي، نتمنى ذلك. انتوا بقيتوا صحاب؟ بالنسبة لي لا لسه، بس هما كلهم اكيد صحابك. ايوه يعني خلاص. بص احنا الخطوة الاولى، الخطوة الاولى عندنا هنا في حديث القاهرة اهو، يلا جمعنا اكيد طبعا بخناقة لطيفة. طيب عايز تقول ايه للجمهور اللي مستني يشوفوا صناع المحتوى على التلفزيون؟ ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وزي ما احنا عجبناكم في السوشيال ميديا نعجبكم كمان في التلفزيون. طب تعلق لي على موقف رمضاني قبل ما اختم معاك. مش هقول موقف رمضاني، انا هدي نصيحه للناس صغيره، ان اي فرصه بتيجي للبني ادم وبتروح منه هي اصلا ما بتكونش بتاعته من البدايه. بس كده، اسمعها تاني، سجلوها عندكم. دي ده نصيحه توني عن حديث القاهره. انا بشكرك قوي، وكل سنه وانت طيب. يا رب النجاح ليكم ودايما معاكم. توني منير، شكرا. طيب شوفوا بقى محتوى الاتيكيت لجمهور عريض جدا. طب في اتيكيت في رمضان على مائدة البرنامج نجوم المحتوى العربي على السوشيال ميديا هنا في حديث القاهرة. خلينا نشوف رانيا حسين بتقدم ايه. اجمد نجوم السوشيال ميديا، رانيا حسين. مين المفروض يستقبل الضيوف عند الباب؟ المتعارف عليه ان الفطار في اول يوم في رمضان بيكون عند اهل الزوج، واقصد باهل الزوج الاب والام. اسال اصحاب العزومه يوجهوك يفضل تقعد فين على ترابيزه الطعام. ما تشاورش على الاشخاص او الاشياء باصبع واحد بالطريقه دي، لان الحركه دي فيها حديه وغير مقبوله. رانيا حسين، يعني الاتيكيت على اصوله. تشوفوه بقى عندنا في القاهره والناس ونجوم السوشيال ميديا وصناع المحتوى على التلفزيون. يا رانيا مساء الفل، ازيك؟ مساء النور عليكي، اهلا بيكي، مبسوطه اني موجوده معاكم. انا كمان سعيده بيكي جدا، محتوى راقي ولطيف ومش مزعج للناس، حاجات سهل جدا انها تتنفذ وبنقع فيها كل يوم. مظبوط، هو ده القصد من المحتوى بتاعي، اني بقدم الاتيكيت بطريقه بسيطه وباكد فيها انها لكل الناس، وبطريقه مرحه ومش مفيهاش مثلا نقد او كده، لكل الناس. خلينا كلنا نحاول نعمل نطبق الاتيكيت بطريقه حلوه. طب في اتيكيت خاص او اتيكيت زي ما الناس بتقول عليه خاص برمضان، يعني حاجات كده تغششيها لنا قبل ما نبتدي الشهر؟ إيه؟ ايوه طبعا، واحنا في رمضان اهم حاجه بنعملها ان احنا بنزور بعض وبناكل عند بعض، فطبعا في سلوكيات واداب كده وشويه اتيكيت هتلاقوني بتكلم فيها كده في فيديوهات في رمضان، هلفت نظركم كده على شويه تعاملات عشان تبقى يعني الزيارات حلوه وخفيفه على الكل، على الضيف وعلى المستضيف. طب ما تدينا اول خطوه كده واحنا بنستعد لاول سحور في رمضان، يعني نعمل ايه؟ يعني اذا في حاجه عايزه تلفتي نظر الناس ليها وتبقى معانا هنا في حديث القاهره ونشوقهم شويه للمحتوى بتاع شهر رمضان. تمام، احنا واحنا بنتسحر لازم ناخد بالنا ان ميعاد السحور ده ميعاد متاخر، تمام؟ فلازم يبقى في نوع من الهدوء في السحور.
في بعضنا بيحب يطلع بره ويفطر في مجموعه، يتسحر اسفه في مجموعات وفي جو رمضاني حلو، بس على الاقل لما ارجع البيت لازم يبقى في نوع من الهدوء. ده ميعاد متاخر، ده ميعاد في ناس كبار كمان بتبقى تعبانه يعني استعدادا للسحور يعني، او استعدادا للصيام بتكون محتاجه انها تهدى. في ناس بتبقى عايزه تصلي، في ناس عايزه تقرا قران، فخلينا في الميعاد ده نبقى هادين شويه سواء جوه البيت او بره البيت، تعملوش دوشه يعني. شفتوا نصيحه صغننه قد كده بس غلطه بيقع فيها ناس كتير. هنتابعك في رمضان بشغف. بشكرك جدا رانيا حسين صانعه المحتوى المعروفه اللي هتكون موجوده معانا في القاهره والناس في رمضان. نرجع للكوميديا، نرجع للكوميديا، لكن لما تقدم شخصيات وحركات ويبقى في موضوعات كتير زي اللي بيقدمها احمد برشومي، يبقى لازم نشوف الاول هو بيعمل ايه ونرجع نكلمه هنا في حديث القاهره. اجمد نجوم السوشيال ميديا احمد برشومي. بتعمل ايه يا احمد يوتيوب؟ يا ريت كان عندي وقت افتح يوتيوب، بس والله اللي ورايا متلتل. سامع يا مستر محمود؟ يوتيوب. اتبسط يا احمد في اليومين الاجازه اللي انت واخدهم، مع انه يعني وقت ضغط شغل مش وقت اجازات، بس مش مشكله، احنا هنقوم بالمهمه متعودين. مستر محمود ازيك؟ احمد معلش بكلمك في اجازتك، بس كنت عايز اسالك، عملت هاند اوفر لكل التاسكس اللي كانت عليك؟ اوكي. طب انجوي يا احمد. مستر محمود، احمد بيقول لحضرتك ماليش فيه. انت اللي عامله ايه؟ زي القمر على غير العاده، ما عرفتكيش. نفسي اعرف بيجيب الحاجات دي منين بصراحه. احمد برشومي معانا في حديث القاهره. يا احمد مساء الفل. مساء النور، ايه الاخبار؟ عارف من القاهره لاسبانيا سلامات ومحبات، وبتجيب بتجيب الشخصيات دي منين يا احمد؟ والله انا بحب الاحظ جدا كل حاجه حواليا في المجتمع بين الولاد والبنات، والكاركترز دي كلها موجوده في الحياه ودايما بتلفت نظري يعني، فبحب اقدمها بشكل ساخر ونضحك عليها سوا. طيب انت بتقعد وقت كبير في اسبانيا صح؟ انا بقالي 10 سنين عايش هنا. انا مستقر ما بين مصر واسبانيا، وما كنتش بنزل بقالي فتره طويله، بس نزلت، بدأت أنزل في السنة الأخيرة، وشغلي هنا يعني، ولو عندي شغل في مصر بنزل أعمل شغل في مصر. طب بتلاقي بنات منين بقى مصريات تقعد تعرف بيتكلموا إزاي علشان تتكلم زيهم؟ بتجيبهم منين؟ شفت رجعت لك لنفس السؤال. أنا هقول لك مفاجأة، أنا كل أصحابي هنا مصريين، لأن اكتشفت بعد السنين دي كلها عيشة بره أنا مش بقدر أصاحب حد مش جاي من نفس الباك جراوند. يعني دايما بكون اقرب اكتر للمصريين، لللبنانيين، للسوريين. فعشان كده بعد خبره 8 سنين ومعاشره للاجانب، شلتي كلها دلوقتي كلهم مصريين، مصريين بس. الله، يعني عشان شفتوا او لقينا المصدر بتاع الشخصيات اللي عنده. طب عامل لنا ايه في رمضان بقى؟ يعني من عالم السوشيال ميديا لعالم التلفزيون اكيد حاطط لنا حاجه كده. والله انا الناس اللي متابعيني عارفين ان انا بقدم كونتنت كوميدي، وده اللي انا ناوي اقدمه معاكم، حاجات شبه اللي انا عملتها، حاجات جميله جدا يا رب تعجبكم، زي ما قلت حاجات من المجتمع بقدمها بشكل ساخر، وبحاول ان انا اكون فيه راقب بكل الطرق، وان شاء الله يعجبكم. انا عارفه انه هيعجبنا وهيعجب الناس، لان زي ما انت قلت كده محتوى ساخر راقي. طب ردود الافعال جات لك اخبارها ايه على انك هتنزل ببرنامج في رمضان على القاهره والناس؟ عايزين المواعيد. كلهم بيقولوا امتى واكتب لنا المواعيد ومبسوطين، وفي ناس بتقول لي خطوه كانت المفروض تحصل من بدري، لان انا برضو بادئ الفيديوهات بقالي 8 سنين، وانا بحب جدا ان انا يعني انا بحب جدا الشغل ده، بحب ان انا تلبسني الشخصية أمثلها. أنا كل الشخصيات اللي بعملها مختلفة عني، ما عملتش أي شخصية شبهي، فأنا بحب أبين التالنت دي أو الجزء ده، خصوصا الموضوع اللي أنا بلاحظ في الناس، ولأن أنا هدفي إن أنا في الفيوتشر يعني إن أنا أمثل، فبحب جدا زي ما قلت إن أنا أخد الشخصيات دي أشخصها وأقدمها. ففي ناس طبعا كتيرة متابعيني من زمان وناس جديدة، لأن أنا برضو بدأت كل مره بنزل فيديو جديد بيجي لي ناس جديده بتتابعني، فدول الناس اللي انا بركز عليهم، ودول الناس اللي انا بسمع كلامهم او اي
ملحوظه هم بيقولوها على التمثيل، على الشخصيه اللي انا قدمتها، فده اللي يهمني يعني. يا احمد انت مش بس ممثل، ده انت ممثل جدا، ممثل خالص يعني. انا شخصيه متوقعه ان انت هتدخل من اوسع الابواب كمان، ونقابلك هنا في حديث القاهره، وانت فنان ربنا كبير. ربنا يخليكي، شكرا. بعد ما انكسر الدنيا ببرنامج رمضان. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين، شكرا. فاصل ونرجع تاني لحديث القاهره، اخر جزء معانا في البرنامج. أهلا بكم معنا من جديد في حديث القاهرة، آخر جزء في البرنامج هو تكملة لصناع المحتوى نجوم العرب على السوشيال ميديا في حديث القاهرة، لأنهم هيقدموا برنامج مختلف على القاهرة والناس في رمضان. احنا وصلنا دلوقتي لصانع المحتوى الشهير خالد كاتا كاتا. ايه رأيكم نشوف البرومو ونرجع نتكلمه؟ أجمد نجوم السوشيال ميديا خالد كاتا كاتا. يا أستاذي الكريم، هو حضرتك أنا بس طالب سندوتشين شاورما، حضرتك واضح دايما اتلخبطت بحسني أنا عايز سيخ الشاورما كله، هو إيه المبلغ ده كله اللي هدفعه؟ بقى الميس طالبة قلم رصاص اتش 2 بي، لا حبيبتي ده جهاز تنفس. الاستيتش ماشي، قال ما يمشي استيتش ولا سكتش ده ولا الكراسة التسعة تستر ده. موهبة، لا ما ينفعش تقول غير إنه موهبة، يعني معانا خالد دلوقتي بالصوت والصورة. يا خالد مساء الفل. مساء الفل يا خالد، اخبارك؟ النور. اهلا بحضرتك، كله تمام الحمد لله. بص، هو مش من المفترض ان انا اسالك ده اول سؤال، بس انا عندي فضول اعرف كاتا كاتا ده لقب ولا اسم ولا ده دلع من زمان، تيتا الله يرحمها هي السبب فيه يعني. والله طب كان ليه سبب؟ لا، ان انا ما كنتش بقى اقول على القطه غير كاتا، فاجابتها من هنا بقى كاتا كاتا، اللي هو يعني اول طفل لقيته في مصر تقريبا في لفظ القطه. طيب بس الحقيقه ده تسبب في صناعه محتوى واسمه مميز جدا الحقيقه يا خالد، يعني الحمد لله الحمد لله. مفيش حاجه اسمها كاتا كاتا غيري تقريبا يعني في العالم كله، انا ما شفتش كاتا كاتا التانيين حتى الان. منفرد دايما. طيب الابتسامه دي الحقيقه بقى بتكتب سكريبت وبيبقى صعب، ولا الموضوع بيجي كده؟ مش في كل الاحوال الصراحه بحب اكتب سكريبت، انا بحب الارتجال اكتر، بس لازم اكون عارف البوينت اللي هتكلم فيها، يعني مثلا ابقى عارف ان انا مثلا هتكلم عن حاجه ليها علاقه برمضان، فلازم ارتب البوينت كده عشان اعرف اتكلم، ما بقاش تبقى حتى الافيهات سهل ان انا اجيبها، يعني تبقى حاضره في دماغي. طب انا عندي سؤال تاني بقى، رمضان انت عملت له محتوى مختلف ولا نفس اللي كان بيحصل معاك قبل رمضان مازال مستمر؟ اجرأ رمضان على القاهره والناس بقى يعني. لا يلا حاجه مختلفه، جرأة ولا يهمك بقى يعني. جرأة ولا يهمني، اخد جرين لايت الحمد لله. طب كان ايه الشخصيات، نوعيتها، شكلها ايه؟ مين اكتر شخصيه كنت عندك يعني حاله كده وانت بتقدمها في البرنامج ولا عموما اللي بعمله؟ في البرنامج طبعا رمضان، من عايزك تشوقنا شويه كده. البرنامج لا، هي شخصيه كاتا كاتا بقى طالعه حاجه جديده، ما كاتا كاتا عمره ما اتكلم، فيلا بينا نسمع كاتا كاتا هيعمل ايه، يعني هيكلم وهينقد ايه بقى المره دي. طب تعليقات الناس كانت لطيفه؟ الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله، الناس يعني ان شاء الله لما تتعرض الناس تبقى مبسوطه، بس دلوقتي اصلا ميل برومو الحمد لله الحمد لله، كل الاقبال والناس يعني كميه الفرحه اللي هم فيها، وان هم مبسوطين ان هم البرنامج اوريدي معمول على القاهره والناس، فدي حاجه حلوه جدا، لانه اصلا القاهره والناس انا دايما بقول عليها قناه رمضان، صح؟ لان هي كانت القناه دي معروفه ان هي بس في رمضان، فارتباطنا كمصريين بالقناه مخليني متحمس الحمد لله، وشكرا لكل الناس اللي ساعدونا بجد في البرنامج، وجد انا متحمس قوي والناس متحمسه جدا، ودي اكتر حاجه مفرحاني. واحنا مستنيين النجاح وتكسروا الدنيا، لانها زي ما بنقول هي مصنع نجاح للتلفزيون، فاهلا بيكم في عالم التلفزيون خالد. شكرا، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. من خالد كاتا كاتا لنجم اخر موجود وناجح ومكسر الدنيا على السوشيال ميديا، هيكون معانا في حديث القاهرة دلوقتي. بسمة لطفي ليها طلة مختلفة، بتحكي عن حاجات مختلفة، هتكون موجودة معانا، بس بتعمل ايه؟ ما تيجوا نفكركم ونشوف البرومو بتاعنا بيعرض ايه بالظبط. أجمد نجوم السوشيال ميديا بسمة لطفي. ازاي تعرف تحافظ على العيل الصغير اللي جواك صحي وبيلعب؟
اخر اكتشافاتي العميقه اللي ملهاش اي 30 لازمه ان انا اكتشفت ان في علاقه وطيده ما بين الستات وبرطمان الصلصه او برطمان الصلصه، مش هنختلف. ازاي تعرف تغفل مشكلتك مش مشكلتك هي اللي تغفلك؟ بسمه لطفي. يعني بسمه ايه العلاقه بين الستات والبرطمانات او البطرمانات؟ يعني بسمه لطفي معايا في حديث القاهره. بسمه مساء الفل. الفل عليكي، زي حضرتك. بما اني كويسه كل سنه وانت طيبه بسمه، طلتك حلوه جدا على الكاميرا. بس ربنا يخليكي، ميرسي. يعني بما مرسي. انا مش عايزه اقول بما اني يعني ليه علاقه بالستات، بس عايزه اعرف ايه العلاقه بين الستات والبرطمانات. شوقتيني شفتيها يعني كده. الفيديو موجود على الانستغرام. يعني هو دايما بيحصل ليبلنج كده للستات ان هم بيحطوا لهم تاريخ صلاحيه لما بيتموا سن معين، بيبقى ليهم تاريخ صلاحية. فأنا من هنا كانت جات لي فكرة بطرمان الصلصة يعني والستات عامة، فعملت حاجة ساركاستك كده يعني بضحك على اللي حاصل يعني. بس يعني دي قصة بطرمان الصلصة، بس مش ده الكونتنت اللي نازل في رمضان على القاهرة والناس. أكيد إحنا بس شوقنا الناس، شوقنا الناس بس ببسمة لطفي بتعمل إيه علشان لا، ده إحنا هنقول هنا إيه اللي نازل في القاهرة والناس. عندنا إيه في القاهرة والناس في رمضان يا بسمة؟ والله بصي، يعني وانا طول عمري بحب ابص على الحاجه من منظور مختلف خالص. فانا كل رمضان كده انت عارفه بيكون في خروجات بقى سحور وفطار بره وبنقابل ناس كتير طول الوقت، فطبعا بيبقى فرصه كبيره قوي ان انت دايما يحصل لك مواقف وتقابلي ناس. فانا طول الوقت ببقى قاعده بتفرج على حاجات بتحصل ونفسي اقول افيه او اضحك مع حد، بس اغلب الوقت بقى يعني بكون بضحك مع نفسي في سر يعني. فانا قررت ان انا اخد الخطوه الجريئه دي ان انا أقدم حاجة مختلفة خالص في رمضان معاكم على القاهرة والناس. يعني بنسخر من الأوضاع، بنضحك على نفسنا يعني بمعنى أصح، حاجة كده ساركاستك خفيفة يعني لذيذة تسلينا يعني في رمضان وكده. تسلية حقيقية جدا، أي حاجات بتحصل لنا وبنعيش فيها. نسمع تعليقات بقى بسمة لطفي هتعمل لنا إيه في رمضان. بسمة في انتظارك جدا في القاهرة والناس. رمضان كريم إن شاء الله. الله أكرم. ثانك يو، ميرسي لحضرتك. ثانك يو. لسه في عالم الكوميديا من السوشيال ميديا لشاشة التلفزيون مع القاهرة والناس، صانعة النجوم في التلفزيون، أحمد شافعي. شوفوا ورجعوا لنا. أجمد نجوم السوشيال ميديا أحمد الشافعي. حذروا حذروا، هعمل إيه دلوقتي؟ هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ هعمل إيه؟ لميت شنطة هتومي تماماً وماشي، والنملة مش هتعرف لي طريق، وحس على الله ونعم الوكيل. بس بعد إذنك عايزين تصدق كذي الوقت. طبعا عالم الشغل الكوميدي جدا. الشفع يا ترى بيعمل ده ازاي في المكتب؟ يا أحمد مساء الفل. مساء النور، كل سنة وانتم طيبين. مبدئيا اخباركم ايه؟ احنا مبسوطين جدا ان انت معانا في القاهره والناس في رمضان. ربنا يخليك. انا مبسوط والشرف ليا يعني. وطبعا موضوع الشغل دوت كان يعني واجهني صعوبات في الاول، لانه مش طبيعي ان احنا بنعمل فيديوهات في الشغل، خصوصا كمان مع مديري، لان دي كانت حاجه غريبه. ولحد دلوقتي الناس بتسال هو انت ازاي بتعمل فيديوهات مع مديرك؟ والحقيقه مديري ما كانش خالص معترض على الفكره وان احنا نعمل حاجه زي كده. يعني بديله تحيه من هنا عندي، بقول له يعني راجل محترم ومجتهد وشاطر وذكي، ومن اول يوم من دي 1 وهو كان عايز، بقول له عايزين نعمل فيديو مع بعضينا، يقول لك يلا بينا. يعني ما كانش عنده اي اعتراض. يا رب يا احمد كل الناس يبقى عندها مدير زي مديرك يعني. يا رب. حاجه حلوه قوي. والله العظيم انا لو اقدر اعمل له كوبي بيست لكل الشركات، الراجل فعلا يعني اكيد هنروح حته ثانيه خالص، الشركات هتبقى في حته ثانيه خالص. والحقيقه احنا كمان الموضوع طلع معانا بالصدفه. احنا كان حد بيصورنا واحنا كنا بنغني، لان كان في ترند كان طالع اللي هو 0% الحاله دنك، واحنا كنا بنغنيها مع بعضينا وقعدنا نضحك. ولما نزلت الفيديو عمل تفاعل مش طبيعي. وبعديه بقى سنه كان في بقى ترندات تانية زي اللي هو يا استاذ محمد. فلما عملناها مع بعض كل الناس ابتدت تقلدنا، ولقينا الموضوع كان غريب. وانا يمكن كنت من اوائل الناس اللي اعمل فيديوهات في الشغل، فكان الموضوع غريب جدا بالنسبه للناس. انت بتعمل فيديوهات في الشغل، ومش بس كده، ده انت بتشارك المدير معاك، ومين المدير ده وكاركتر بالمنظر ده، وبتخليه ازاي تقنعه ان هو يعمل معانا فيديوهات. فدي كانت حاجه غريبه جدا. اديك قلت لنا سر اهو، اديك قلت لنا سر شخصيه المدير. طب هتعمل ايه في رمضان بقى؟ والله هجيبه معايا برضه، لازم ده كاركتر لازم الناس كلها تشوفه. الحقيقه
لازم بصراحة يعني راجل وشه فيه قبول مش طبيعي، وعايز أقول لكم إن كل اللي هتشوفوه دوت ربع اللي هو فيه في الحقيقة. يعني راجل جميل اصلا وهو في قبول مش طبيعي. يعني حتى حاجه كده من اللي بتحصل معانا في الشغل، احنا بنبقى قاعدين مثلا حد يبقى جاي له بمشكله من ديبارتمنت تاني وداخل خلاص هيتخانق، يعني في الدنيا في كوارث، يطلع الراجل ممرهمه، الراجل متمرهم وماشي وبيضحك ومفيش اي حاجه هتحصل، ويقول له ايه يعني حاجه من اللي اتعلمتها من المدير الصراحه، يقول لك ايه حاضر بتريح. يقول لك حاضر يا باشا يتكل على الله وشكرا والسلام عليكم. ايوه المدير الحلو رزق برضه يعني. احمد شفعي ليك كل التوفيق، بنتمنى لك النجاح وتكسر الدنيا زي من السوشيال ميديا لعالم التلفزيون. في انتظارك، كل سنه وانت طيب باذن الله وحضرتك طيبه ان شاء الله. طيب المداخله اللي جايه معانا من صانع محتوى موقعه الان قد تحدد في باريس للسفر 49 فايدة ونص، أنا ممكن أزودهم لحد مليون. خلينا نشوف حسن صفوت هيقدم إيه ومحتواه شكله إيه ونرجع نتكلم. أجمد نجوم السوشيال ميديا حسن صفوت. ما ينفعش تزور الاهرامات قبل ما تتفرج على الفيديو ده. انا وصلت اليونان يا حبيبي. لو انت في باريس وعايز تاخد شويه تان وتنزل الميه وفي نفس الوقت تتفرج على توري فيل ب 2 يورو بس، فرقت لك الحل يا معلم. احنا هنطير فوق امستردام. حسن صفوت. حسن صفوت بيسافر ويسفرنا معاه. لا غير كده بيقول لنا ايه، بيقول لنا التكات الصغننه اللي تقدر تتمتع بيها قوي في مكان بفلوس قد كده. يعني حسن مساء الفل، ازيك؟ مساء الفل، ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ انا بحب فيديوهاتك جدا الحقيقه. ده شرف ليا يا رب. ايوه خليك. انت سافر كده وسفر الناس معاك، انا موافقه جدا. هتعمل فيهم ايه في رمضان بقى؟ هتعمل فيهم ايه؟ لا في رمضان في حاجات حلوه قوي، في حاجات حلوه قوي ان شاء الله نعملها في رمضان. وبمناسبه ان احنا مع، انا مبسوط اصلا انا مع القاهره والناس دي، خطوه كبيره قوي وانا بحب اصلا قناه القاهره والناس من بدري، فعشان كده قلنا نعمل في رمضان حاجه تكون سبيشال كده للقاهره والناس، وهتبقى بقى لفه في رمضان بس في اوروبا، ومقارنه بين رمضان في الوطن العربي او في مصر ورمضان في فرنسا وفي اوروبا في هولندا في المانيا البلاد اللي حوالينا دي، يعني شوف بس ايه الفرق يعني. الله. ونعمل شويه حاجات كده ظريفه. دي هتبقى حاجه لطيفه جدا ان احنا نتفرج معاك على رمضان حول العالم، يعني زمان كنا بنشوفها بالفوازير بس حلو نشوفها في الحقيقه. لا لا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه وتكون تعجب الناس وتتبسط منها يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا حسن، احنا عارفين ان السفر الناس بتعشقه حتى لو مش قادر عليه، بس جميل انك هتنقله لنا بالصوت والصوره. اهلا بيك في عائله القاهره والناس. الشرف ليا، اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه كريم. وانت طيب وموفق يا رب، وحلقات تكسر الدنيا. حسن صفوت إن شاء يعني الله. تروح وترجع كريم. بالسلامه. نشوفك على خير في رمضان. الله يسلمك. انا شخصيا بعشق السفر طبعا، وبحب الكوميديا جدا جدا. انا مؤمنه ان الضحك بيطول العمر، ما اعتقدش في حد ممكن يختلف في ده. خلينا نشوف صانعه المحتوى الكوميدي ليلى خالد، وارجعوا لنا تاني. اجمد نجوم السوشيال ميديا ليلى نصر. بصوا يا جماعه اللي هيبان على حياته ينجز، اصل كيوت هو امور قوي. كيوت ايه ده، مخزواك ثلاث مرات. انت ما عندكش فكره ازاي احنا كمانات ممكن نعرف كل حاجه عنك في ظرف دقيقتين. ليلى نصر. طيب الشهيره بليلى نصر، ليلى خالد نصر، معانا في حديث القاهره. يا ليلى مساء الفل. هلو، عاملين ايه؟ انا مبسوطه قوي ان انا معاكم والله العظيم بجد. احنا كمان مبسوطين بوجبه الجمال والكوميديا والطاقه اللي هتكون موجوده عندنا في القاهره والناس بيكو. لكن الكوميديا دي مش سهل نضحك قوي يعني. دي حقيقة فعلا. أول حاجة كل سنة وأنتم طيبين، أنا مبسوطة قوي إن أنا معاكم. وهي مش حاجة سهلة خالص. بس أوعدكم يعني هنعمل حاجات كوميدي كتير قوي وقصص كتير يعني بتحصل من الحقيقة. ده دي وجبة رمضان اللي هتقدميها لنا في القاهرة والناس؟ كلها حاجات حقيقية؟ وجبة رمضان قصص حقيقية بتحصل معانا، بس هقدمها بقى بشكل كوميدي ولايت كده يفرفشنا شويه في رمضان. طب واحساسك ايه وانت داخله تجربه تلفزيونيه ليلى؟ هو احساس كبير قوي يعني، انا حاسه بتوتر بصراحه مختلف خالص عن السوشيال ميديا، بس انا متشوقه انها حاجه جديده هاكسبلور وكده، متشوقه قوي. واحنا عندنا يعني فضول ان احنا نشوف التجربه دي على شاشه القاهره والناس، وهنقول لكم من دلوقتي انجحوا كسروا الدنيا. ليلى نصر رمضان كريم، مستنيينك على الشاشه. رمضان كريم، ثانك يو. باي باي.
طيب فاضل ما زلنا معاكم ونجوم السوشيال ميديا عندنا هنا في حديث القاهرة دكتور جون دانيال، يعني هيكون من ضمن هذه الوجبة الخاصة بنجوم السوشيال ميديا في الوطن العربي في القاهرة والناس. خلينا نشوف ونرجع نتكلم. أجمد نجوم السوشيال ميديا جون دانيال. إسماعيل ياسين أكتر واحد عمل نفسه بيتكلم يوناني في السينما المصرية. كلمة خشاف جاية من كلمتين فارسيتين خش أب. أنا هزنجفك، كلمة مصري بنستخدمها بمعنى يزبط أو يضب. جون دانيال. المعلومة لما بتقف عندك بتبقى مش معلومة قوي، لكن لو تنشرها للناس زي ما بيعمل كده يعني صانع المحتوى الشهير جون دانيال، يبقى لازم نقف ونقول له مساء الخير، أهلا بيك. مساء الكل، مساء الكل، أهلا وسهلا. مبسوطين قوي إنك هتكون معنا، وإحنا كمان مبسوطين قوي، وفي انتظار البرنامج على القاهرة والناس بإذن الله. بإذن الله أنا يعني متطلع جدا أقدم محتوى مختلف شوية. أنا تعودت في كل رمضان باخد بريك كده شوية وبقدم حكايات قصيرة من أدب مختلف. السنة اللي فاتت قدمت حكايات أيسوب، والسنة دي متطلع جدا نقدم حكايات جحا الفارسي أو اللي هو المولى نصر الدين. الله، دي حكايات جحا اللي كنا يعني، هو بصراحة جحا تفرغ دمه بين القبائل، في ناس بتقول إنه فارسي وفي ناس بتقول إنه جحا مصري وفي ناس بتقول إنه تركي. وصلت لنا الأصل المعلومة يا دكتور جون، وأصله إيه بالظبط؟ النهارده عملت مقدمه على ادب النوادر لسه منزلها النهارده. هو يعني اغلب الاكاديميين بيقولوا انه اصله عربي، وان كان قد يكون من تراث سورياني او اشوري اقدم من الاسلام، لكن مع الدوله الامويه بقى شكل جحا ده اللي احنا عارفينه. يعني اللي بعد كده بقى المولى نصر الدين او نصر الدين خوجه في الادب التركي. يعني نصر الدين هوجة ده حكاياته كتير، كل يوم عندنا حكاية من حكايات جحا يعني، لكن هذه المرة جحا الفارسي. يس، حاولت شوية يعني جحا العربي اللي احنا عارفينه حكاياته يعني أغلبنا عارفها، حاولت أنقي من بعض الكتب اللي بتجمع حكايات جحا الفارسي حاجات ما نعرفهاش، او على الاقل انا ما كنتش اعرفها. ممكن الناس تقول انا عارفها من الاول، دي مشكلتهم بقى، لكن انا حاولت. انا يعني في كتاب كده جمع واحد اسمه الجواهري فيه حوالي 200 قصه، فانا نقيت ال 30 اللي من وجهه نظري انهم يليقوا بمجتمعنا، لان في بعض الحاجات هناك يعني مش عايز اقول ان هي خارجه شويه سواء دينيا او اخلاقيا، لكن حاولت انقي الحاجات اللي هي مناسبه جدا مع مجتمعنا وفي نفس الوقت تكون مجهوله للقارئ العربي او المستمع العربي او المشاهد العربي. اللي انا واثقه منه ان المشاهد احنا هنستفيد جدا من الحكايات والقصص دي يا دكتور جون، ومستنيينها يعني بمنتهى الشغف، مستنيين طليتك معانا في القاهره والناس في رمضان. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه ودايما بخير يا رب. اشكرك. طيب يعني مين ما بيقولش الحجر بيتكلم لما بيشوف فيديوهات بشير شوشة، لأنه أي مكان بيروحه دايما عينيه بتروح على التاريخ، فبيحكي ويحببك في المكان حتى لو زرته 10 مرات ترجع تشوفه بشكل مختلف. بشير شوشة بيقدم إيه هنا في القاهرة والناس؟ هنشوفه بعد ما نشوف البرومو ده. أجمد نجوم السوشيال ميديا بشير شوشة. من قدام مكتب بريد العتبة هوريكم حاجة ما بتشوفوهاش دلوقتي في مصر. أنا في المتحف المصري في التحرير عشان أوريكم سر محدش يعرفه. ها راضي، خدت كورس سيلف ديفنس ضد هجوم القرش قبل ما نطلع الساحل. اللي ورايا ده برج البهارات. بصوا، هو غرامه عن الأماكن والأثار والتاريخ بينقلهولك مع كل فيديو، بس هيعمل فينا إيه بقى في رمضان؟ بشير شوشة، مساء الفل، ازيك؟ أخبارك إيه؟ كويس؟ أخبارك إيه؟ مبسوطة جدا إن أنت هتكون زميلنا في القاهرة والناس. وأنا كمان مبسوط أوي أوي أوي. طيب، أنت دايما بتخلي فعلا الحجر يتكلم. لما بتخليني انا ببقى عديت على اماكن بعد فيديو بشوفه ليك، بشوف المكان شخصيا بشكل مختلف، بحس كاني لاول مره اتعرف عليه. عامل فينا ايه في رمضان؟ نفس الحكايه ولا حاجه ثانيه؟ لا، حكاوي. الحكاوي ما بتخلصش، واحنا البني ادمين بنحب قوي الحكاوي، بنحب نحكيها وبنحب نسمعها حتى من واحنا اطفال صغيرين. اول حاجه بنعملها لما بنشوف طفل بنبقى عايزين نحكي له حكايه، واول حاجه لما الطفل بيكبر بيطلب انه نحكي له حكايه،
فهي الحكاوي، الحكاوي اللي ورا الأماكن، الحكاوي اللي ورا الحجرة، مش الأشخاص اللي بنت الحاجة، لا الأشخاص اللي عاشت فيها، الحياة اللي كانت فيها، هي دي مهمة قوي، دي الحكاوي اللي أنا بدور عليها وبحاول أحكيها للناس. وفي أماكن مميزة وقفت قدامها هتكون موجودة معاك في رمضان، أو شخصيات مميزة هتحكي لنا حكايتها؟ لا أنا هشتغل زي ما أنا شغال، هعمل حاجات أكتر ليها دعوة برمضان، حاجات ليها دعوة بالتراث بتاعنا، بس يعني هتكون في حاجات تانية برضو موجودة، علشان إحنا تاريخنا وتراثنا كبير قوي ومتنوع جدا، ما نقدرش نمسك حتة واحدة بس، عشان يبقى حرام علينا، لازم نتكلم في كل حاجة. الله، لف الأماكن وعشقها زي ما بتعشقها، وانقل حبك ده لينا بمعلومات أكتر وأكتر على شاشة القاهرة والناس. إحنا مستنيين البرنامج جدا جدا، أنا أول حد هيكون حاجز مكانه يتفرج عليه. أنا بشكرك جدا بشير شوشة، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة وكلكم بخير يا رب. كل سنة وأنت طيب. رمضان كريم. شفت الوجبة الدسمة قد إيه؟ يعني النهاردة طبعا، وعلشان نجمع كل الناس دي، كل حد فيهم بيصور في مكان، وكل حد فيهم بيحاول بأقصى جهده يخلص الشغل اللي هيكون موجود على شاشتنا، أجرأ شاشة في شهر رمضان، وأجمل شاشة في شهر رمضان، لأنها اتعملت مخصوص علشان شهر رمضان، القاهرة والناس. إحنا جمعناهم وسجلنا معاهم أجزاء أجزاء علشان نقدر نعرضها معاكم النهاردة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة لكل برامجنا، برامج الحبيبة الغالية القاهرة والناس، هي متنوعة زي ما شفتوا. إحنا هنا كحديث القاهرة، اسمحوا لي أشكر كل فريق العمل، كل شخص واقف ورا الكاميرا، كل شخص كتب كلمة وعمل بحث، كل حد جرى ورا موضوع علشان يجيب أصله وأساسه والمعلومة الحقيقية فيه، وتابعوا علشان يرد على أسئلتكم، أسئلة حديث القاهرة، كل حد سمع الصوت ونقله هنا لحديث القاهرة علشان يكون صوت حقيقي من غير تزييف ومن غير تجميل، كنا معاكم بس صوتكم أنتوا، صوت القاهرة. حلقتنا خلصت، الموسم ده خلص، مع شكري لكل زمايلنا، فريق الإعداد، فريق الإخراج، المصورين، إدارة القناة، كل زمايلنا اللي بحبهم جدا. عايزة أقول لكم إن شاء الله هكون في انتظاركم هنا في الاستوديو مع نفس فريق العمل، مع نفس زمايلنا اللي بحبهم جدا واللي بيشتغلوا كلهم عشان برنامجنا ده، بعد شهر رمضان المبارك وبعد أجازة العيد هكون في انتظاركم. حديث القاهرة، تصبحوا على خير.